اوكي يا جماعة، بدأ دلوقتي التسجيل وحنطلع لايف كمان على اليوتيوب حالا. هتسمعوا مزيكة القناة لما بتبتدي. اوكي، عادة بقول اهلا بكل مشاهدين قناة Critical Faculty، بس النهارده هقول اهلا بمشاهدين ومستمعين قناة Critical Faculty، لان دلوقتي احنا بنعمل بث مباشر على قناة اليوتيوب وفي نفس الوقت في غرفة في الكلوب هاوس. اتمنى دي تجربة اولى، فاتمنى الصوت هيكون واصل بشكل كويس. معانا دلوقتي نيفين واليكس كمودريتورز. اي حد من الاصدقاء حابب يطلع يدردش معانا، شايف راندا ودكتور ريان، لو عايزين تقولوا اي شيء. بس النهارده الغرفه يعني زي ما نقول تعبئه، خلاص ناقص يعني يوم على الانطلاق، يوم 21 اعتقد يا اليكس، 1 الظهر بتوقيت مصر نقطه الانطلاق، صح؟ اه مظبوط يا هاني، اللينك هينزل على كل البلاتفورمز وهيبدأ الموقع يشتغل الساعة 1 ظهرا يوم 21 فبراير بالظبط. بتوقيت القاهرة. وده طبعا لان في بلاد بتوصل يوم 22 قبل، يعني في بقى يعني نيوزيلندا وكده، فبيكون في توقيتات معينه، وده يدل على ان الكره يعني الكره الارضيه ليست بمسطحه. يعني المصممين الارض مسطحه، هو في مشكله هنا عندكم. طيب، غرفة النهاردة عشان نقول بس اللي حصل اليومين اللي فاتوا، هنعرض بعض التعليقات اللي أنا الحقيقة الوقت لم يسعفني إن أجيبها امبارح. كانت وريت بعض التعليقات اليوتيوب، بس تعليقات الفيسبوك هي، وده الشيء المقلق بصراحة، وهناقش الموضوع مع نيفين وأليكس وأي حد عايز يطلع معانا يتكلم. رد الفعل طبعا مش طبيعي. اسمحوا لي بس اسلم على رندا. اهلا يا رندا، ايه اخبارك؟ اتفضلي معانا. بونجور عليكو هاني ونيفين واليكس، اهلا، صباح صباح الخير، الفل، صباح الخير يا رندا. صباحكم كل معاكم على السما. اهلا اهلا يا رندا. فهارد بعض طبعا اللي متابعنا على اليوتيوب هيقدر يشوف التعليقات، ولكن هنقراها يعني اللي مستمع. الشيء اللي قلقني جدا ان اليوتيوب عادة بتبقى ناس متمرسة، يعني اللي بيعلق في اليوتيوب بيبقى متابع الوضع الديني اللا ديني، فانا بتبقى ناس متمرسة حبتين. انما الفيسبوك، ودلوقتي هعمل يعني احنا عاملين ادز يا جماعة او اعلانات على الفيسبوك واليوتيوب، ودي احد المصاريف اللي اتصرفت على الحملة، ولهذه يعني الناس كانت بتسأل التبرعات بتروح فين، وعرضنا امبارح بشكل سكرين شير كل المصروفات لغاية دلوقتي والفلوس بتروح فين وكده. تعليقات الفيسبوك بتختلف كثيرا عن تعليقات اليوتيوب زي ما قلت، لأنها بتبقى الناس العادية جدا اللي هي ممكن ملهاش لا في الدين ولا في السياسة، ومعظم وقتهم على الفيسبوك هو مجرد تعليقات الأصدقاء والميمز والحاجات دي. فنعمل شير على السريع ونشوف. يسعد صباحكم. أهلا 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 يا أستاذ أمين، أهلا بيك. هنفتح الغرفة طبعا للنقاش يعني بعد 2 3 دقايق، مش هنطول، وهنستمع لكل الناس طبعا. أم
انا اوريدي عامل شير لي للكلوب هاوس، فمش عارف اذا كانت هتسمح لي ان اعمل شير لحاجة تانية. ممكن نعمل ستوب سكرين، بس اكيد انتوا لسه سامعيني، وطبعا للأسف مش هيشوفوها إلا الناس اللي على اليوتيوب، بس هنقرأ الكلام. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، كبر دي ونصغر دي شوية. الإعلان اللي على اليوتيوب لغاية دلوقتي على قناتي أنا فقط، طبعا في قنوات أخرى كثيرة، وصل لحوالي 160 ألف شخص، والإنجيجمنت حوالي 10,000 أشخاص. الكليكس وزي ما انتم شايفينها والبيبل ريتش 322 تعليق و 8 شيرز. هنا بقى المشكله الكبيره، نعمل لل all comments. في ناس يعني حواليكوا شايفين هذا التعليق الاولاني، في راجل لابس عمامه ويبدو انه شيخ اسمه مختار الجبالي، أسأل الله الجليل أن يهديكما سواء السبيل. والله أنا ما عنديش مشكلة أبدا مع هذه الأنواع من التعليقات الطيبة. في ناس طبعا برغم أنها متدينة يعني قلبها كويس وقلبها طيب، فالإنسان اللي بيدعو لشخص يراك أن أنت يعني على خطأ ويتمنى لك الهداية، ده شيء كويس، يعني ده إنسان طيب، أنا ما عنديش أبدا مشكلة معاه. أقول أنه على خطأ ولكن أعرف أتعايش معه. بصوا بقى التعليقات اللي راحت على الشيخ من الشباب العادي، ده الراجل اللي لابس عمة ولبس إسلامي يعني أو متدين ولحية وكده، بيسألنا الهداية. وعلى تعليقه في إيموجي، في ناس بتضحك. واحد عادي، شاب عادي، بيقول لك مختار الجبالي ادعو عليهم يا شيخنا، والله ما يستاهلوا تدعي لهم، إنهم كالأنعام بل هم أضل، دول مستكبرين مش عاصين. مختار جبالي أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يعني الراجل طالع بيدعو لنا بالهداية، فيأتي الشباب العادي، الشباب العادي جدا اللي لابس بنطلون جينز ومش عارف إيه، وداخل يقول له لا إزاي تدعو لهم بالهداية، ده يعني ربنا يأخذهم. أنا عايز أخذ رأي يعني المجموعة اللي معانا، إيه رأيكم في هذه الأنواع من التعليقات؟ لأنها هتتكرر كتير. في مجموعة من الناس بتدعي لنا بالهداية وناس زعلانة منهم، وشباب عادي جدا مودرن يعني، اللي زعلان ويقول لك ازاي تدعي لهم بالهداية، ده انت المفروض تدعي لهم انهم يتحرقوا. ايه رأيك يا نفين في حاجة زي كده؟ احنا بنشوف ده كتير يعني اصبح من المعتاد انه حتى في حالات مثلا وفاة بعض الاشخاص، لو حد مكروه من التيار المتدين بيكون في شماتة حتى في موتهم وبيدعوا عليهم وحاجات يعني قبيحة جدا. شفنا برضو تصاعد مثلا في نغمة ما تعيتش على جارك المسيحي، يعني حاجات من النوعية دي، حاجات من نوعية ان انا لازم اكون متميز، لان انا يعني انا بحس ان الشباب مش لاقيين حاجة يتطلعوا ليها في مستقبلهم، فالحاجة الوحيدة اللي التيارات المتشددة بتجذبهم بيها هي إنهم يميزوهم بحاجات تانية، زي مثلاً إيه تاريخهم الديني، تلاقيهم بيفتخروا بالتراث العنيف في الدين اللي بيديهم إحساس إنه أيوة إحنا كنا حاجة عظيمة، تلاقيهم بيفتخروا بشخصيات زي خالد بن الوليد وعقبة بن نافع وشخصيات محاربة، شخصيات عنيفة. فحتى الشخصيات دي هم يعني هم بيحافظوا على الصفات اللي كده فيهم، يعني حتى لو الشخصيات دي ليها جوانب تانية مذكورة في التراث، لا هم بيتمسكوا بالجانب العنيف، الجانب اللي هو الحرب، القتال، السيف. كمان بيتمسكوا بحاجات اللي هو ايه، يعني تلاقي انا في جملة عمري ما انساها اتقالت ساعة وفاة مرحومة سارة حجازي، كان في حد دعالها بالرحمة، فجالها تعليق، تعليقات كتيرة طبعا استنكرت، وجاي تعليق من التعليقات قال لها لا يعني أنا مثلا هتحجب وتحمل مشقة إن أنا أصحى الصبح بدري أتوضى وأصلي وأصوم رمضان في عز الحر ولابسة كده ومحافظة على تعاليم ديني، واجي في الآخرة
أبقى زي زيها هي تترحم وأنا ترحم؟ لا طبعا. فهم ده فكر الشباب كتير اللي هو أنا لازم أكون متميز بحاجة، وهم للأسف بسبب الظروف اللي في المجتمع هم مش لاقيين حاجة يتميزوا بيها لا في الحاضر ولا للمستقبل، فبيلجأوا لده علشان يحسوا بالتميز. بس للأسف هو يعني فكر بيقسم المجتمع وبيخلي في شعور كده بالانقسام والعدائية بين الناس، فدي مش حاجة لطيفة أبدا، بس مش مفاجأة يعني، متوقعة جدا. طبعا نرحب بالدكتورة فيان، وإذا كان حد من المودريترز الموجودين حابب يعلق على، أنا طبعا مش هاخد تعليقات كتيرة، بس زي ما انتم شايفين كده بعمل هوفرنج على الأسماء. الشخص اللي هو بيتمنى لنا الهداية هو مكتوب كاتب وباحث في العلوم الإسلامية وزارة الشؤون جامعة الزيتونة في تونس، يعني راجل يعني له وضعه، يعني مش من العوام، وبيتمنى بالهدايا. والناس اللي بيقولوا يعني انت ازاي تتمنى لهم بالهداية، واحد منهم يعني طالب في كلية الحقوق، وواحد تاني يعني البروفايل بتاعه كان انونيمس. يعني حاجة غريبة، حد ليه رأي في هذا الموضوع تاني غير نبيل؟ طيب اتفضلي يا دكتورة. منورة دكتور بيان. صباح الخير استاذ هاني، وايضا نيفين واليكس، صباح الخير يا رمت حبيبتي. انا اسفه لانه وقت متاخر عندي، بس صراحه يعني انا ما استغرب هذه الردود ابدا، ما استغربها بالعكس، يعني لانه احنا كنا يعني نشوف الردود اللي على البوستات اللي احنا نحطها. يعني مثلا انا صار لي سنتين تقريبا يعني اخلي على يعني اكتب عن اللادينيه بتويتر. صراحه يعني الحساب مالتي طبعا ولو هو 23,000 بي، بس التغريدات ما تبين. فتره طبعا كان انغلق، وحتى يعني الفيسبوك طبعا حسابين او ثلاثه اني يعني كنت اكتب بيها عن اللادينيه وايضا انغلقت، كانت حول حضرت. فأبدا يعني أنا ما استغرب هذه الردود صراحة، أبدا ما مستغرب هذه الردود، بالعكس يمكن استغرب إذا ما يكتبون إنه حد رد، أو إنه ما يكتبون إنه شيء في قصاص، أو يعني حد يعني التصل إلى القتل. يعني إذا مثلا شخص يكتب إنه إلهم الهداية وإلهم يعني والله يهديهم، فهذا يعني أشوفه يعني فضل منه، أنه فما متوقع صراحة منهم أي شيء أو أي خير. ولهذا إحنا دائما نقول الحقوق تأخذ أو تأخذ أخذ وليست تعطى. فلهذا يعني وأتمنى أنه يكون في حضور بالتظاهرة الإلكترونية اللي راح تكون بعد بكرة، أتمنى من كل قلبي أنه يكون في حضور. وحتى إذا ما يكون في حضور فإحنا موجودين وراح نثبت حضورنا. شكرا. طبعا وإحنا بندردش فيه أشخاص، واحد اسمه مومو دخل في على قناة اليوتيوب وأرى لكم بعض التعليقات. أنتوا ليه عاملين لأنفسكم حزب خاص بكم؟ مش أنتوا بتوع الإنسانية ونبذ الفرقة والعنصرية؟ حلوة التراث الديني العنيف، ها 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 ها، انتوا نسيتوا التراث الالحادي الشيوعي الستالين المجرم ولا ايه؟ ها 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 ها. على فكره مش عارف فشتهم عايمه دايما، بيضحكوا بعد كل كام جمله مش عارف ليه. مرحبا بكم في الدين الله دين الجديد، ها ها ها، والله انتم مضحكين، ها ها. ايه رايكم في عمليه ما هو ده جهاد الجديد ده. ده بيكون في حالة، يعني اعتقد ان في نيرفز، يعني بيقول لك الشخص اللي بيضحك دايما زيادة عن اللزوم بيكون في عملية. بس معلش انا بس عايز اقول ان قلنا في كذا غرفة ليه ستالين الحاد ولم يملي عليه هذه الاشياء، وانه شخص اقرب الى الدين من هذا الموضوع، لانه يعني شال الاله واخذ مكانه. هذا ليس هو الفكر العلمي او الالحادي، ولكن هو شخص سيء. والالحاد هو عباره عن فكره ولا يحمي الشخص من ان يكون بدون اخلاق. بس النقطه الاساسيه ان ليس هناك كتاب يقول على لو انت ملحد عليك ان تفعل هذا، وهذا هو العكس المختلف في النقطتين.
طيب في نوعية تانية من الكومنتس، واحد بيقول مبروك لبيب حاجي، يعني راجل مساند، يعني اعتقد انه مساند وفي قلبين ايموجي، بس الاجابات بقى والتعليقات: انا حزين على امثالك، ستخلدون في نار جهنم باذن الله. فيجي واحد اسمه اوس مرة تانية، يظهر فيه خلاف اسلامي اسلامي: أخي عبد الكريم، لا يجوز الحكم بالنار أو الجنة على أي إنسان، هذا لله فقط، وأنا لست مسلم كيوت من باب التنبيه. الله الذي حكم عليهم إذا ماتوا على كفرهم. كيف عرفت أنه لا يجوز؟ يعني في هتلاقوا في صراع ما بين المسلمين وبعضهم في عملية من يدخل النار، يعني بيدخلون النار وجهنم والجنة على مزاجهم، يعني قاعدين بيفصصوا ما بينهم وبيتفقوا هيحصل فينا ايه يعني. طبعا سيبونا نرحب صديقنا موني وسامر، اهلا يا جماعه. أهلا أهلا اهلا يا جميعا. صباح الخير عليك. طبعا انا عاده ما بعملش مودريتورز كتير، بس النهارده حلقه استثنائيه لان كل دول اصدقاء الحركه، فبعمل كل الناس مودريتور. خلاص معلش، ولا بس معانا شخص هو انا يعني اشهد له بطيبة القلب ويناقش بعنف وكل شيء، ولكن لا يمكن ابدا يخرج عن المألوف. السيد او ثانية واحدة يا أستاذ حمزة، بس حضرتك لسه داخل، هنعطي بس الفرصة للأشخاص اللي دخلوا قبل منك. الأستاذ هو شخص مسلم قرآني، طبعا له رؤية مختلفة عن، وللأسف مشكلته الأكبر مع المسلمين، يعني ممكن حلينا إحنا ألطف حبتين، ولكن حابب أسمع صوته وإذا كان عنده مشاكل في مع هذه التظاهرة. تفضل يا سيد أو. لا، ما عندنا أي مشكلة مع الصراحة، بالعكس يعني في آية قرآنية. أنا صوتي هاني هاني، الصوت بيعمل ايكو رهيب لو انت فتح المايك على الاخر. ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فانا بعترض على هذول الاشخاص اللي بيقولوا انه انت كافر او تخلد بالنار، لانه بيتناقض مع القران اصلا. بس انا طلعت عشان اسال بعض الاسئله يعني، وارسلت لك اياهم على الخاص، انه هو ممكن تحكي عن هذه المظاهرة وما هي الحقوق المطلوبة، ولماذا ترون انفسكم مظلومين؟ ما هي هذه الحقوق؟ والله يا استاذ طبعا هسالك سؤال الاول، يعني هل حضرتك اطلعت على البيج الويب سايت اللي فيه كل الاسئله والاجوبه المطروحه؟ حد اطلعت عليها قبل كده؟ اللي هي 22nd of February. نعم؟ معك لا. ما هو ده دائما يعني بنحاول نقول للناس، يعني يا جماعه ارجوكم ارجوكم، هذه الصفحه من حوالي شهرين من الزمان مفتوحه، فيها كل الاسئله والاجوبه، وفيها بالذات، بس هنجاوب يعني طالما انت طرحت علينا السؤال، بس بقالها شهرين هذه الاجوبه مطروحه. ليه احنا بنفعل هذا الفعل؟ يعني مش عارف، هل في فعلا لسه في المنطقة العربية هناك شكوك على أن الشخص اللا ديني هو يعيش حياة صعبة؟ يعني في أي اختلاف على هذا الموضوع؟ ولا إحنا شايفين أن المنطقة العربية تعامل اللا ديني على أساس أنه مواطن عادي يتزوج ويستطيع أن يتكلم عن رأيه بحرية، وما لا يرفض من عمل ما بسبب أنه له آراء دينية معينة، ولا يكفر ولا يزج به السجن إذا أعطى بعض الآراء، زي صديقك القرآني أحمد عبد ماهر اللي كان حكم عليه ب5 سنوات لمجرد أنه قال على أن التراث الإسلامي فيه الكثير من الشوائب. مش شايف مشكلة في المنطقة العربية من المعاملة مع اللادينيين؟ تفضل. هو اكيد يعني، بس هاي المشكله انا شايفها مع اللادينيين والقرانيين، فعشان هيك انا فكرت في شيء يعني خاص فيكم انتم اللادينيين او الربويين ربوبيين وخلافه، يعني في اشياء ممكن تكون تفصيليه، بس يا ريت تحط لينك الصفحه من فوق عشان الاقيها بسرعه بشكل اسرع.
السؤال الأخير، هل هناك فئة محددة عليها أن تشارك في هذه المظاهرة؟ يعني هل هذه المظاهرة فقط للاديني، والهدف منها أنه مثلا ممكن نظهر التعداد؟ ممكن. والله يا بص يعني يا سيد او اي شخص عايز يدعم، بص هذه المظاهره ليس زي ما الناس فاكره لاخفاق عمليه الدين. هذه المظاهره لحريه الاعتقاد، ومنها انت، يعني احنا نقف بجوارك ان انت تتكلم وتقول يا جماعه انا لا اعتقد ان هناك في حديث يتكلم عن رجم القرده الزانيه، ده كلام فارغ. فانا ادعمك، اقول ده يعني كلام مش فيجي واحد سني يقول لك ازاي تقول عن هذا، انت كده يعني تحرف سنة الله ومش عارف ايه، يعني فانا ادعمك. ممكن انا وانت اختلف معاك في ان ما معنى القطع وما معنى الضرب وكل هذه الاشياء، ولكن الحوار معاك هيكون ذهني ذهني ذهني، وفي الاخر نطلع نروح على قهوة ونشرب شاي وندردش. احنا بنقصي مين؟ نقصي هذا الشخص اللي عايز يأذيك جسديا ويأذيني انا جسديا، هدول اللي بره الحوار. حرية الاعتقاد مكفولة يا جماعة، اللي عاوز يعتقد يعتقد طالما انه لا يضر الآخرين. فأنت يا أستاذ أو لو حابب، لأن أعتقد أنت تمر بتشرب من نفس الكأس أعتقد، برغم أنك متدين، في ناس عاوزين يمسكوا فيك ويعني يفشوا غلهم فيك زي ما بنقول بالمصري. فأنا معاك. نعم؟ مرة كنت يعني جالس مع شخص، فهذا الشخص بقول له ما رأيك بالفكر القرآني؟ ما كان يعرف عن فكري الشخصي، صار يقول لي الفكر القرآني عندهم لازم يمسكوا الشخص ويزتوه من فوق جبل. قلت له صحيح؟ مشيت معه على اساس انه، واخفيت الموضوع عني، ضليت رايح. قلت بعد شوي بيجي يزتني من فوق العماره. طيب جالي بس شويه ريبورتس يا جماعه، اليكس الزوب بيظبط لما بعمل ميوت للكلوب هاوس ولا لسه في مشاكل؟ هو يسير. لا، لما حد بيكلم وانت فاتح المايك بس بيعمل ايكو، بس لو انت قافل المايك تمام. وعلى اليوتيوب شغال كويس، مفيش حاجة عليه. ممتاز ممتاز، يبقى انا بس بعمل ميوت لما حد تاني بيتكلم. انا مش عاوز يا جماعة طبعا اكون يعني دايما بتكلم، عاوز اسلم طبعا الناس اللي وصلوا، ازيك يا سامر والباقيين طبعا. حبيبي حلم أم حبيبي يا حامد، ازيك حبيبي؟ تحياتي لك وأليكس ورندا ونيفين وكروفيان ومونيك وكل كل بدون استثناء، تحياتي حبيبي. متشكر جدا يا جماعة. طيب نعرض نوع تاني من أنواع، سو ده كده كده شفنا نوعين من أنواع التعليقات. يعني في حوار إسلامي إسلامي، واحد بيقول ده يخش النار والتاني يقول له لا ما ينفعش ومش عارف ايه، فهم داخل المنظومة يتكلموا عن مصائرنا يا جماعة. عشان كده لهذه المظاهرة دي مهمة جدا جدا جدا، لها عامل نفسي كبير جدا. واحنا نطلب ان احنا لا نفهم خطأ، لا يراد بهذه المظاهرة ان احنا نقول ان المؤمنين اغبياء واحنا الاذكياء، احنا لا نقول هذا الكلام. كل ما نقوله ان احنا بشر ونساعد في البلاد اللي احنا عايشين فيها بالكونتريبيوشن، بنشتغل بندعو ناس مننا فنانين، ناس مننا علماء، وكل ما نريده ان نعتقد بحرية ونعبر عن هذا الاعتقاد بشكل فكري فقط، وممكن نكون بعد إذنك تفضل. أنا أسفة للمقاطعة، بس في سياق كلامنا عن ليه أنتوا بتعملوا كده، إيه الحقوق اللي عايزينها، هو أنتوا بتتعرضوا لإيه، في لينك أنا بعته لك على الباك شانل لو ممكن تبص عليه. ده شاب ليبي عمره 22 سنة تقريبا، قبضوا عليه وطالع في الفيديو بيقول أيوة أنا تم ضبطي لأن أنا بستخدم أبليكيشن اسمه الكلاب هاوس، بتكلم عن اللادينية، وسرد بقى وقال وفي على الكلاب هاوس الناس اللي بيتكلموا عن العلمانية والقرآنيون والنسويات اللي بيحاولوا يقنعوا المرأة مش عارف إيه. الولد مقبوض عليه، ولو تقرأ صياغة البوست اللي مكتوب مش عارف من
ناسيه يعني حاجه زي الامن الوطني كده عندنا في مصر يعني، بس الليبي. صياغه البوست اللي هو خلوا بالكم من عيالكم وشوفوا اللادينيين والملحدين ودامت ليبيا مسلمه وكلام من ده. يا سيدي الفاضل، طب دامت ليبيا مسلمه، انا ما عندي، انت افضل مسلم زي ما انت، ما عنديش مشكله. لكن شاب عنده 22 سنه بيتقبض عليه لمجرد ان قناعته غير قناعه الاغلبيه في المجتمع، هل ده عدل؟ يعني هل ده شيء جهاز الامن الداخلي هل ده يعني عدل في أي مجتمع في الدنيا؟ واحد يا سيدي الفاضل مش مقتنع بنفس القناعة اللي انت مقتنع بيها، هي دي جريمته في الحياة، ان هو مش مقتنع. الاقتناع ما بيجيش بالعافية، نقبض عليه، نشيطن الفئة دي من الناس، نقول انهم منحلين وعايزين المجتمع يكون منحل. ده حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نعمل المظاهرة اللي احنا عايزين نعملها. استاذ هاني ممكن مداخله صغيره؟ طبعا عزيزي مني، تفضل تفضل. طبعا عزيزي مني، تفضل تفضل. طبعا تحت امرك، تفضل. صباح الخير اولا للجميع المودريترز يعني اودينس بانل، صباح الخير للجميع او مساء الخير كل حسب توقيته. والله شوف استاذ، انا بتكلم عن نفسي. اول شيء انا ما كنت مقتنع بهذا الشيء، كنت انا بالشيء يعني مو مهتم انا كم العدد اعداد، مو يعني كانت هذه الفكره الاوليه بالنسبه حقي انا موني. بس لما كنت ادخل اكثر وتذكرت ان انا مع بدايه دخول كلوب هاوس، انا الحين صار لي بالضبط سنه عند دخولي كلوب هاوس، سنه ويوم، انا ما كنت بتوقع كميه مثلا، خلينا نتكلم على دول الخليج، الناس في عندنا في دول الخليج، انا ما كنت متوقع ان في ناس لاتينيين، في ناس بوبيين، في ناس اجنوستيك، ما كنت متوقع. وبالاخص انا من الكويت بالسعوديه، انا ما كنت متوقع ان هناك اعداد هائله. انا ما انا حسيت صدمه، الصدمه ايجابيه ان نحن ليس بقله، نحن مش قليلين. أنا بقول أنا استنتاج خاص، الحرب اللي قاعد تصير إلى الآن على اللادينيين وعلى الربوبيين وعلى القرآنيين، دائما أقول هم حصر، هم الأخوة الإسلاميين حصرت لهم صدمة لم يتوقعوا أعداد الملحدين الأمين اللادينيين والربوبيين. بس كذي صار الهجوم، هجوم شيء مو طبيعي، خاصة مع اقتراب اللي هو المظاهرة الرقمية. شوف الهجوم، أنا دخلت على غرفتين ثلاثة إسلاميين مسلمين هم يتبنونهم. المشكلة يا دكتور هاني، هناك صراع هم بالأساس بينهم، مش على موضوعنا، هم صراع بينهم أساسا. أمس كل أربع غرف كل واحد يشتم، يعني في غرفة هذا يشتم الالحاد، خرافه الالحاد، وهذا يشتم مش عارف مين، وهذول اللي يشتم السلفيه، ومش هذول يشتم الاشعريه، والعكس والعد والليله. بس هذا الشيء وقت، هذا الشيء انا قاعد اقول هذا الشيء قوه لنا احنا، لان هم يعرفوا هذا الشيء انهم على خطا، وانا متاكد انهم على خطا. بس المكابره، هذه المظاهره مثلا انا بعدين اقتنعت فيها ولا ومساندها بقوة، بقوة. إنه صحيح هذا يعرف، دائما يقول لنا إحنا الدول العرب، الدول أعداد المسلمين مليار مش عارف إيش. أنت ما أنا أنولد سجل يتم تسجيلي كمسلم، هل أنا مسلم؟ لا. هل أنا لا؟ ما عندي، أنت ما سويت لي إحصائية بالكويت كم أعداد، تعطيني إحصائية آمنة من غير شيء آمن؟ أقول لك يمكن بالكويت، إحنا عددنا من الكويت ككويتي 1,500,000 يمكن أعتقد فيها 50,000 لاتيني، وعدد مو بسيط. بس ما يقدر نتكلم، ما يقدر في هذه المساحة، أو في قرآني، بس ما عندنا المساحة هذه، هذه المساحة ما عندنا. نمس أمس نتناقش مع واحد، يقول ليش كان أنت يلا، أنت تقدروا تغيروا، تقدروا تعملوا 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 تقدروا. قلت له عطيني المساحة، اللي الإعلام اللي يطيح حق المسلمين
وشو اقدر ولا ما اقدر، بس انت مش معطيني مساحه. انا اعترف بويت اسجل على كلامي، مثلا اذا انا كنت اتكلم انتقاد الديانات، انتقاد مش دراين، انتقاد انا اسجل الثلاث سنوات والخمس سنوات، يعني اوكي لما دائما اقول اذا ما في حد رده اوكي مو مشكله، بس انا قاعد اقول اسجل وليش لا حد رده يطبق عندك ولا ما يطبق، اوكي ما يطبق بس انا قاعد اسجل مقابل انا اختلني بس لا تحط من السجل مثلا. انا هذه المظاهره صراحه انا جدا فخور فيها وجدا فخور بالاخوه اللي عملها او عملوها الابصار الجميله، اعتقد الدكتور هاني اعتقد واحد منهم بصراحه انا فخور لان عندنا نقدر يعني نتكلم في حريه وخاصه في هذا المنصه. اشكركم وايد وايد واسف اني طولت بس هذا حق من حقوقي. انا اعاون دولتي كدوله الكويت يكون قانونها مدني. انا مش قادر اربي ابنائي والسبب السلطه الدينيه تدخل في المناهج التعليميه. انا يعني انا قلت قبل كم مره اني انا قاعد اضرب احاديث البخاري في الكلوب هاوس، يجي ابني يقول لي بابا ممكن تحفظني حديث هذا الحديث تعلمني اياه، اضحك على نفسي. انا قاعد في اصطدام بيني وبين المدرسه، بيني وبين المناهج التعليمي، بس انا ودي بعلمه على افكاري او اربيه على افكاري سينبث من اصدقائه ومن المدرسه ينبث، فما ابي اخليه يعيش هذا اللي هو. اتمنى تصير دولتنا وكل دول العربيه دوله مدنيه يحافظ لهم كل حق الاقليات لهم حقوق وواجبات نفس الشيء مع الاكثريه. مشكورين وايد وايد واسف اني طولت، وشكرا دكتور ونبيل والشباب الموجودين، شكرا لكم. استاذ رندا صباح الخير. صباح الفل ليموني. شكرا يا استاذ موني. شكرا جدا يا عزيزي موني. اوكي جماعه، في نوعيه طبعا انا ما مش قادر احط ال 230 تعليق، لكن بختار انواع مختلفه وانماط مختلفه من التعليقات. تعالوا نشوف التعليق اللي هو الاختلاط الاعتقاد الماورائي بنظريه المؤامره. اعتقد ان الناس اللي عندهم قابليه للاعتقاد الماورائي هم الاقرب الناس لنظريه المؤامره والعكس صحيح. فتعالوا نشوف ماذا يقول السيد راؤول بيدرو العربي ذو الاسم الاسباني. ان في المستقبل زواج الشواذ سيكون قانونا ومباح ومسموح به. اولياء الامور لن يكونوا قادرين على تربيه اولادهم والسيطره عليهم. السيدات سيلهثون وراء العمل ولن يكون مسموح لهم ان يكونوا ربات منازل، مما يؤدي لعدم القدره على التربيه. الطلاق سيكون سهلا للغاية والزواج سيتم التخلص منه بالتدريج. الدين سيتم تحريف الدين ثم تحريمه، والمؤمنون سيتم تشويههم أو سجنهم والقضاء عليهم. العبادة ستكون فقط بين الإنسان وعقله، والجميع سيتجه ناحية الدين الجديد عبادة الأهواء لإرضاء لوسيفر الشيطان العظيم في النظام العالمي الجديد والموحد، أي حكم الأعور الدجال الذي ينتظر خروج الصهاينة بفارغ الصبر ويلقبونه بالمنجي أو المقلص. الكتاب صدر عام 1990. من المصادفة الغريبة أن كل هذا يحدث أمام أعيننا. إيه رأيكم يا جماعة في هذه هذا السؤال الحلزوني؟ يعني طبعا بصراحة هذه النظريات وهذه الاعتقادات اللي يعتقدون بيها قد تكون أقرب للنكتة حقيقة. يعني هل هذه المظاهرة أم غاية تحطيم تحطيم الدين مثلا، يعني أو غاية نشر الانحراف بين الناس أو تفضيل الناس عن فكرة الزواج وما شابه مثلا. يعني بصراحة يعني أبدا هذا هاي التعليقات أو هذه الآراء قد تكون مضحكة جدا ومقرفة في نفس الوقت. يعني شرف ليكي ما أضحك مثل ما يقولون طبعا.
الغاية الرئيسية من هذه المظاهرة، وطبعا أنا يعني للفخر وأكيد أشكر القائمين أنه أنا أكون جزء من عده طبعا كمتظاهر طبعا. الغاية من عدها أنه حتى بس نثبت وجودنا، حتى نقول إحنا هنا، نحن هنا بكلمتين، نحن هنا وخلص بس. أكيد مع احتساب اللادينين والملحدين الناطقين باللغة العربية، هذا يعني هذا كل ما في الأمر. إحنا مو غاية تحطيم دين، ويعني عندك كل دين مل يعني يتباع بالمليارات، فإحنا بإمكانياتنا البسيطة جدا نحطم دين يعني يعبدون مليارات من البشر؟ لا عزيزي، لا أبدا لا. هذه الأجندات والصهيونية والماسونية وما أعرف إيش، هذه حقيقة يعني غير منطقية. إحنا بس نريد نقول إحنا هنا، إحنا نريد نطالب بحقوقنا مثل ما يعيش المؤمن بحرية وسلام في بلده، أوكي؟ لا ديني كذلك من حقه أن يعيش بحرية وسلام، من حقه يمارس حقوقه وواجباته مثل ما يمارس المؤمن حقوقه وواجباته، من حقه يعبر عن رأيه بالطريقة اللي المناسبة اللي ما تضر القانون، أوكي، ولا تحرض على العنف أو يعني يكون نوع من الكراهية. لا ابدا لا، هو هذا اللي احنا اللي نطمح له. ما اعرف يعني هل هاي الامنيات صعب تحقيقها مثلا؟ يعني راح تقول لي ايه المجتمع غالبيته مؤمن وما اعرف ايش، بس هذا بس انت جاي تمارس الفوقيه وجاي تمارس التمييز على حساب الاقليات. ذول بشر هم، يعني ذول بشر يريدون يعيشون ويودون يمارسون حقوقهم وحريتهم بكل سلام. خلص اسف حبيبي، انا بس عايز احط الموضوع في السياق يا جماعه. اصبحت المجموعات اللادينيه ليست باقليه، الديانه المسيحيه تصل الى من 2.4 إلى 2.6 من 10 مليار نسمة، الإسلام من حوالي من 1.7 إلى 1.9 من 10 مليار نسمة، وأصبحت مش عايز أقول أنها طبعا هي ليست بديانة، ولكن اللادينية هو التوجه رقم 3، يعني أصبحت أعلى من الهندوسية والبوذية، 1.2 من 10 مليار نسمة. وطبعا احنا نعرف أن كثير من الناس لما بيكون في سنسس أو زي استفتاء او اخذ الارقام، في ناس ان هم بيدرجوا تحت دين معين وهو غير ممارس لهذا الدين، يعني هو يعني زي ما بيقولوا الثقافه المسيحيه والثقافه الاسلاميه، ولكن هو لما ياتي له الاستفتاء فهو يدرك نفسه كمسيحي لانه طلب يعني السؤال منه، ولكن هو لا يمارس اي من هذه الشعائر، فهو أقرب إلى المنطقة الأخرى. وغير بقى ناهيك عن الناس اللي هم تخاف أن تقول الحقيقة، فأنا ممكن الأعداد دي تكون أكثر بكثير، ولهذا احنا حابين نشوف في استطلاع وفي يعني حركة أولية، احنا لأول مرة نقوم بهذا العمل، يعني في بعض الأخطاء حصلت بسبب أن احنا يعني لم مش محترفين ولا نقود هذا العمل بشكل يومي، ولكن الوعد أن السنة القادمة هيكون الموقف أحسن كثيرا، أن احنا تعلمنا كثيرا جدا في رحلة الأسابيع الماضية في رحلة الوصول إلى هذا اليوم اللي هيكون كبير الحقيقة. راندا عايزة تقولي شيء؟ حابة أوضح بس فكرة السؤال اللي دايماً بيتسأل، إيه الهدف من المظاهرة؟ هل صوتي واضح ولا بعيد؟ لا ممتاز يا راندا، ممتاز. أوكي مرسي. ليه بنقول نحن هنا وإيه الهدف من المظاهرة؟ وليه إحنا يعني سعداء جداً بفكرة بسيطة زي كده؟ أنا بتكلم أنا حالياً في المنطقة العربية. فكرة نحن هنا، كل شخص موجود في الدول الغربية، كل صوت هو بيعمله
بيدعم كل فرد زي موجود في المنطقة العربية علشان يثبت وجوده. أثبت وجودي علشان إيه؟ أكيد الدولة بتبقى عارفة إن إحنا موجودين. أوكي، احتمال كبير جدا تكون الدولة عارفة فعلا إن إحنا موجودين، وغالبا مش احتمال، والمجتمع كتير منهم ما يعرفش، وأنا بتكلم هنا عن المجتمع. السنة دي بس أنا بقول أنا موجودة، أنا فرد زي ممكن أبقى إنسان كويس وممكن أبقى إنسان مش كويس، مش بس لأني أحمل دي قصة تانية ملهاش دعوة خالص. إحنا مش مجموعة شياطين جايين نحارب الأديان إطلاقا، بالعكس. كل القصة إن أنا عايز أقول لك إن أنا موجودة في نفس المجتمع العربي اللي أنت موجود فيه، وعندي فكر مختلف عنك تماما. أنا لا أدين بنفس الدين اللي حضرتك بتدين. كل اللي مطلوب من المجتمع إنه يحترمني ويحترم أبنائي إذا كانوا لا يدينون، إنه يحترم المختلف عنه كمذهب سني أو شيعي، إنك تحترم القرآن، إنك تحترم المتصوف، مش تروح تكسر له الحاجات اللي هو بيحبها اللي بيزورها والأولياء اللي بيحبهم، إنك تحترم الشيعي اللي موجود في الدولة، إنك تحترم أفكاره. اللي احنا بنعمله ده هي حاجة بسيطة جدا في فكرة إثبات وجود، فقط يعني كلمة واحدة، نحن هنا فقط. ملناش أي طلبات السنة دي خالص حسب ما أنا عرفت من المنظمين للمظاهرة، وإن ده ممكن مع الوقت يفيدنا كتير جدا. سنة ورا سنة هيبقى فيه طلبات أكتر، مع الوقت نقدر نقول أنا محتاجة قانون مدني يحكمني، أنا مش عايزة أتحكم بقانون ديني، أنا مش عايزة قانون ديني ينص على إني أخد نص ميراث، أنا عايزة أخد زي أخويا ميراث كامل. مع الوقت نقدر نطالب بكل المطالب دي. مع الوقت أنت هتدعم حتى المؤمن، المرأة المؤمنة اللي محتاجة تاخد ميراثها بالكامل. فكرة انك تشارك ازاي، او انت خايف انك تشارك، لا حضرتك ما تخافش، معظمنا بنشارك في قنوات اليوتيوب، بنتوجد على اللايف شات، بنتوجد على الستريم يورد، بنتوجد في الكلوب هاوس، هي نفس الفكرة. دخلت شاركت في يوم المظاهرة، دوست دوسة، هي نفس الدوسة اللي أنا بكتب بيها في اللايف شات، هي نفس الدوسة اللي أنا بتوجد فيها في البلاتفورم بتاع الكلوب هاوس، هو نفس الشيء. فين الشيء اللي بيخوف؟ أنتوا موجودين برا وقلقانين وخايفين، احنا موجودين في المنطقة العربية، مفيش دول بتروح تقبض على الناس عشان أفكارها مختلفة، في حاجات تانية وأكيد كلنا فاهمين الكلام، نقاشات تانية أو كلام من نوع آخر. إنما حضرتك أنت نفسك موجود في معظم القنوات، موجود على الكلوب هاوس بتشارك، هو نفس الأداء، فين الخوف؟ أتمنى أن الكل يشارك، وأن دي حاجة هتخدمنا كلنا، هتخدم أولادنا، حتى اللي عايشين برا في يوم من الأيام هيقدروا يجيبوا أولادهم وينزلوا بلدانهم، والجميع بيحترمهم من المجتمع والدولة. مرسي ليكو جدا. أنا عاوز بس أقول ووجه الكلام للادينين قبل الدينيين، لا تكونوا مثل قاتل فرج فودة لما القاضي قال له أنت قريت قتلته ليه، قال له عشان كتاباته، قال له أنت قريت له حاجة، قال له أنا ما بعرف شعر ولا أكتب. أرجوكم، في ناس لغاية امبارح عمالة كنت في بث عمالة تطلع تسأل نفس الأسئلة اللي بقى بتسألها بقى لها أسبوعين، بنرد عليها ونسأل هل دخلتوا الويب سايت اللي فيها كل الأسئلة مجابة؟ لا، لم يروها. ويسأل ونحطها في دايما في الديسكريبشن بتاع كل فيديو نتكلم فيه، ويطلع السؤال إياه اللي هو أين الرابط؟ أبوس إيديكم ورجليكم. اقرأوا شوية وتعبوا شوية في البحث عن المعلومات، ملوش علاقة ده الكلام على فكرة بالدين. شعوبنا شعوب كسلانة، مش عارف ليه، مش عايزة المعلومات يعني، مش حتى بقى على معلقة، لا ناكله كمان ونهضمه لهم بالمرة. اتعبوا شوية في المعلومات يا جماعة، هيفيدكوا هذا المجهود حتى برا المنطقة الدينية. مش عارف ليه الشعوب بتاعتنا دائما تسأل يعني أين المعلومات، نقول لهم المعلومات موجودة، اطلعوا. فأتمنى مرة تانية الويب سايت هنحطها كمان دقيقتين، كل الأسئلة اللي هتخطر على بالكم من أول لماذا
هذه المظاهرة إلى أين تذهب التبرعات متجاب عليها بالتفصيل. في حد دكتورة فيان هتحب تقولي أي شيء؟ أليكس أي إضافات؟ طيب أو لك كشخص، يعني مش عايز أقول أن أنت خارج تماما عن هذا الموضوع، ولكن يبدو أن في منطقة تماس كبيرة جدا ما بيننا وما بينك كشخص قرآني، في برضو لسه عندك أي مشاكل أو أي أشياء قلقاك؟ والله مش شو تقصد المشاكل؟ لا يعني أي شيء قلقاك من هذه المبادرة، في شايف فيها شيء مش يعني غريب أو مريب؟ لا 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 لا، أنا بالنسبة لي شايف إنه كل واحد حقه إنه يتظاهر ويعبر عن رأيه، حرية الرأي أنا بالنسبة لي يجب أن تكون مكفولة بدستور وبقانون. لا لا يعني حاليا الدول الأجنبية قاعدة تطلع تتظاهر على أشياء بسيطة جدا وما حدا بيحكي معهم، يعني حرية التعبير يجب أن تكون مكفولة دائما. ليش بدي أكون قلقان من المظاهرة أصلا؟ طيب كويس ان حضرتك يعني مخك متفق. يا جماعه اللي احنا بنطلب بيه ده يعني في البلاد اللي احنا عايشين فيها، في استراليا، في الولايات المتحده، في اوروبا، الكلام ده عادي جدا. ده في يعني مجموعات بتعمل مظاهرات لاشياء، يعني مثلا ممنوع، يعني في انجلترا في مظاهرات تطلع لاصطياد الثعالب، يعني في ناس الانجليز مشهورين بصيادة الثعالب كنوع من انواع الرياضة القديمة جدا، ولكن في مجموعات حقوق الحيوانات بتطلع تعمل مظاهرات وبيحصل مشادات. هذه انواع من المظاهرات في المنطقة اللي احنا نعيش فيها ده شيء عادي جدا وروتيني وما ما ما مش محتاج يعني هذا الهالة الكبيرة، لكن للأسف في منطقتنا العربية الموضوع لسه مشكل. انا هحط بعض التعليقات الاخرى اللي من انواع اخرى، ولو حد حابب يتكلم من المودريترز او حد حابب من الناس اللي قاعدين تحت يطلعوا يقولوا كلمتين، طبعا مرحب بكل الناس. لو حد، انا هحضر بعض كومنتس تانيين، ولو حد عايز يعني يدخل في النقاش اتفضل. نسمع التعليقات الثانيه طبعا اذا موجوده في الجهاني. طيب في بعض التعليقات بتتكلم على ان يعني الالحاد هو طبعا مصممين ان احنا ملحدين، وفي ناس تسال يعني يقول لك ليه غيرتوا اسمكم للا دينيين؟ ليه ما بتقولوش الحقيقه وتقولوا ان انتم ملحدين؟ للاسف لان المعلومات يعني يقول لك انك ملحد وفي نفس الوقت انك تعبد الشيطان. الساتانيك تيمبل يا جماعه او المعبد الشيطاني في الولايات المتحده هو ليست لعبادة الشيطان كما يعني الناس بتفتكر. ده يا جماعة parody يعني بيتمسخروا، يعني بالآخر هدول جماعة لا دينيين زي بتوع الباستافاريان اللي هو بتوع الاسباكيتي مونستر أو الوحش الاسباكيتي الطائر، وزي في المنطقة العربية ديانة الجلدة، كل دي أشياء تهكمية تتهكم على هذا الوضع وتقول لك أنا أستطيع أن أبدأ أي فكرة وهذه الفكرة ممتنع عنها التخطيء، لا يمكن أن تخطأ لأنك بتتكلم على شيء، تتكلم عن إله غير مادي خارج الزمان والمكان، ليس كمثله شيء، لم نراه قط، إذا رآه الجبل يقع، ما تعرفش الجبل عايز يقع ليه لما يشوف الله. المفروض أن روح الإله عندما تظهر تشعر الناس بالطمأنينة، والجبل إذا كان يفكر يشعر بالطمأنينة، أنت في حضرة الإله، لماذا هذا الفزع؟ ليه لما جبريل يطلع لمحمد يجري يصرخ ويصوت وزملوني ودثروني وكل، ليه عندما يتراءى الإله وملائكته للإنسان تجري الناس في فزع؟ حاجة غريبة. وفي نفس الوقت يقول لك أنت ملحد ولكن تعبد الشيطان، يعني يرسلكم على حال يا جماعة. اللادينيين هم مجموعة مختلفة ومنهم الربوبيين. الربوبي هو شخص يعتقد في إله
وهذا الإله يتراوح ما بين إله مصمم ذكي agency ولكنه لم يرسل الدين ولا الرسل، أو إله بتاع سبينوزا الآخر اللي هو الإله الغير شخصي اللي هو يعني نعتبره هو الطبيعة أو قوانين الفيزياء. يعني هو ليس بإله أبدا، هو مجرد صانع، وهذا الصانع لا يطلب العبادة ولا الدعاء. ودول الربوبيين، مجموعة من الربوبيين، ويدخلوا في الدين في وهم ليسوا بملحدين. عشان كده هديت واضح جدا معانا السيد أول قرآني، ويعني في ناس هتدعم، في ناس متدينة بتدعم حق الناس أن تقول إن إحنا هنا فقط. يعني إيه المشكلة؟ في حد ليه عنده رأي في موضوع الملحدين اللي بيعبدوا الشيطان؟ حقيقة صراحة يعني الملحدين يعبدون الشيطان، يعني هل هذا صار إله بديل لله اللي كانوا مؤمنين في حينها؟ طبعا يا هاني، ها ما حاجة غريبة، حاجة غريبة. في واحد تاني بيسأل، طبعا الأستاذة سهيلة صديقتنا معانا، واحد بيسأل أنا مش عارف إذا كانت باينة في الستريم يارد، أكيد باينة أعتقد، لماذا هناك محجبة ولماذا سبونسرد؟ يعني واحد بيسأل ليه الإعلان سبونسرد؟ طبعا مش متابع ان هناك في تبرعات، والتبرعات بتذهب للاعلانات. عشان ليه الاعلانات؟ عشان يصل الى اكبر عدد، عشان نصل صوتنا يصل الى اكبر عدد، عشان يصوت. شيء عادي جدا يحدث في كل العالم يا جماعه. لماذا هناك محجبه؟ طبعا هذه ليست الصوره الحقيقيه للاستاذه صديقتنا سهيله. واحد بيقول إنها نصرانية المحجبة تدس ما في المسلمين، تتظاهر أنها مسلمة، تريد أن تخدع المسلمين، حتى أنها أحيانا تناظر غير المسلمين ثم تظهر أنها عجزت عن الرد لكي يقال هزمت المسلمة في المناظرة. هذه حقيقة، هي هزمت ولا هزمت؟ ما حسب بقى. زي عملية، زي آية الروم، هزمت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هزمت ده ولا هزمت؟ طيب لأن مفيش تشكيل فممكن نؤولها. سوري يا أليكس. لا لا، أنا بس كنت عايز أقوله، هي الآية غلبت ولا غلبت؟ صح، غلبت او غلبت. انا كنت اعلق على ان الاخ اللي بيعلق على موضوع سهيله ده، وطبعا تحياتي لسهيله، مش واخد باله ان سبب من الاسباب برضو اللي احنا عاملين المظاهره دي علشانها، علشان نقول نحن هنا، هي انه الاغلبيه بتفرض علينا، بص عايز تلحد الحد بس خليك مع نفسك، عايز تنكر وجود ربنا، عايز تنكر الدين بس ما تقولش. معنى كده ان انت محاط بناس كتيرة جدا، انت مش واخد بالك ان في محجبات ولا دينيات، وفي من اصدقائك او زمايلك او حد انت بتتعامل معاه ممكن يكون بيصوم رمضان وبيجي معاك المسجد بس هو لا ديني، بس هو بيعمل كده وهي لابسة الحجاب عشان المجتمع فارض عليهم كده جوه بيته، جوه البيت بالظبط. فانت مش واخد بالك، انت متخيل انها طالما محجبه يبقى لا. لا يا بابا، انتوا بسبب ان انتوا فارضين على المجتمع ان ما حدش عنده حريه التعبير عن افكاره ولا عن نفسه، انت بتصنع لنفسك مجتمع منافق، مجتمع منافق. الناس بتنافق المجتمع علشان تقدر تعيش. انت دايما ماشي تقول ايه، والله اللي عايز يبقى مسيحي بس مع نفسه، اللي عايز يبقى لاديني بس مع نفسه، اللي عايز يبقى مثلي بس مع نفسه. فانت كده بتمنع الناس انها تعبر عن حقيقه افكارها، وبتكون النتيجه ايه؟ ان يعني المجتمع عايز الناس تستغفله بس. اتفضلوا. طب في نوع اخرى من التعليقات بيتكلم على اللي احنا بنشوفه ده يا جماعه، دي علامات الساعه، اللي هي بقى لها الساعة دي على فكرة، يعني بقى لها 2000 سنة بتحصل على فكرة. كانت في علامات من أول المسيح لما قال أن يعني لن ينتهي يعني هذا الجيل إلا ويكون ملكوت الله حل على عليكم، وطبعا أتى يعني مئات الأجيال بعد كده وما حصلش حاجة، إلى أن يعني كان في علامات الساعة. يقال في التراث أن يعني انشق القمر ودنت الساعة، المفروض كانت إشارة
هل شق محمد القمر وهل ما معنى قرب الساعة؟ يعني الموضوع بقى يقول لك ايه، لا قرب دي بقى يعني ده ممكن القرب ده يعني إلهي، يعني ايه 50,000 سنة مما تعدون بقى او 1,000,000 سنة، ما انت هو قريب يعني، بس انت ما تعرفش يعني قريب يعني ايه. فهل او الشذوذ طبعا الالحاد والشذوذ، وفي نوع تاني من انواع التعليقات بيتكلم عن صفحات صهيونيه مشبوهه وموجهه لنشر العدميه واللادينيه. ايه رايكم في نشر العدميه؟ يعني يعني نشر العدميه، هل يعني الناس دي مش قادره تفرق ما بين العدمية واللادينية وعبادة الشيطان؟ هل هم ليسوا بقارئين لأي شيء؟ يعني كمية اختلاط في المفاهيم لم أراها في حياتي في ال 200 تعليق اللي اتحطوا في الأيام اللي فاتت. إيه رأيك يا أليكس في ال، أنت طبعا عايش في الولايات المتحدة وتعرف إن عندك الساتانيك تيمبل، إيه نظام الساتانيك تيمبل ده؟ والله والفري ميسنز برضه انا حاولت انضم هاني، بس طلع فري ميسنز هي الناس دي مش عارفه ان الحاجات دي كلها انت لازم تكون مؤمن بدين. موضوع الساتانكس هم دي كان تيك جوك، هم مش فاهمين الجوك، هو انت زي موضوع جنت الجلد كده تقول لهم النكته لازم تشرح النكته بعدها، مش فاهمين مصدقين الموضوع. هي الحكايه كلها بروجكشن يعني، هم عايزين حاجه يعلقوا عليها الفشل او المشكله ان في مؤامره بتحصل وفي ماسونيين، واحنا الصفحات الماسونيه دي يعني باين اللي بتدعم اللي بيحصل. ما انا بص بقى التعليقات اللي جايه، بلاش سفاله، عامل زي سعيد صالح اللي اتأدب. بلاش سفاله وقله ادب، جاتكم القرف، مظاهره مش عايز اقول بقى الرقميين. لماذا غيروا صفاتهم من ملحد الى لدين؟ هم عباد الشياطين وليسوا لادينيين. بص بقى السؤال ده دايما السؤال اللي دايما يعني بصراحه يطرح، لان هذا هو الشغل الشاغل في المنطقه العربيه. ما موقفكم من الزنا والعرى والشذوذ الجنسي؟ في حد عنده، ايه رايكم يا جماعه؟ ما موقفكم بهذا هذه المواضيع الكبيره؟ احنا اللي بنحب نشيع الفحشه بين الناس. ايوه احنا دول صح. المشكله انه الموضوع يعني الاختزال في هذه الثلاث مناطق، الزنا والعرى والشذوذ الجنسي، كلها مرتبطه بالقضيب والمهبل. ليه كل ده في الاكل يختزل في هذه المنطقه دائما؟ طيب الاستاذ ماجد وصل علينا، تفضل يا استاذ ماجد لك مداخل. صباح الخير ان كان صباح، ومساء الخير ان كان مساء. تحياتي للجميع. حقيقه انه الحركه التنويريه بدات تنتشر في واقعنا العربي بسبب ان هناك تشريعات في دساتيرنا تكون قامعة للحريات الشخصية، ومن المفترض أن هذه التظاهرة أو غيرها تحاول أن مثلا نشر ثقافة جديدة، ثقافة التعايش، ثقافة سماع الآخر، عملية قمع الآراء اللي موجودة في بلدان الشرق أوسطية اللي تمنع حرية التعبير. كل هذه عملية تسقيط الناس وبالأعراض، هذه المفاهيم الخاطئة أنه حصر الشرف ما بين يعني ما بين الفخذين أو كذا، هذه كلها عوامل تدل على عجز هذه المؤسسات التي تسلطت على الشعوب طوال هذه المدة الطويلة. آن الأوان أنه تنطلق هذا الفكر التنويري. هناك جمعيات لا دينية يجب أن تعبر عن ذاتها، وهذا واقع لا يمكن إنكاره. الآن في الواقع العربي بدأت هذه الحركات تظهر، وهي التعبير عن مدى الكبت والحرمان
وقمع الآراء، ويجب أن يسمع هذا الصوت، ويجب أن يصل بكل قوة الحركة التنويرية أو لا دينيين دائما ما تعرضت إلى مشاكل سواء في المجتمع. والآن هذا الوعي الإلكتروني كان عامل مساعد لنشر حرية الرأي وحرية التعبير. طبعا يحاولون أنه بكل الوسائل تسفيه وتسطيح العقل، خصوصا العقل العربي، بأنه الملحد أو اللاديني هو شاذ أو مريض نفسيا، وهي بالعكس، يعني بالعكس، هو إنسان يحاول أن يتزن نفسيا، يحاول أن يصل إلى مرحلة وعي، أنه يصل إلى تعبير، حرية تعبير عن الرأي في هذا الواقع. طبعا أنا سبق وأن اشتركت في جمعية اللادينيين العرب، ولكن للأسف طبعا هناك معوقات حالة دون تشكيل هذه الجمعية في لندن، كان الأخ طلال الراوندي أو غيره. عموما هذا واقع لا يمكن إنكاره، وهذه حركة تنوير هدفها الارتقاء بالوعي وبالفكر، وجعل مجتمعاتنا على الأقل أنه تواكب ما يحصل في العالم. شكرا هاني، وأني أشكركم جدا، وطبعا سنتواصل في هذه المجموعة لنشر أفكارنا على الأقل في نيل حرياتنا، والضغط على الأنظمة اللي موجودة لإزالة مسألة ازدراء الأديان، وهذه الفقرات الممجوجة في معظم دساتيرنا للأسف التي هي صنعت للقمع. شكرا جزيلا. شكرا لك يا أستاذ ماجد. رحب بالصديق الأستاذ إبراهيم الجندي، لو تحب تتكلم يا أستاذ إبراهيم معك الميكروفون. مساء الخيرات. أولا أنا أولا خايف عليكم تدخلوا النار تنور واحد. الحاجة اللي اتفاجت عليها قوي والأستاذ هاني بيتكلم، أولا أشكرك يا عزيزي بالترحيب بي. بيقول إنه يقبل الأقدام والأيادي، يعني ادخلوا على صفحة الفريكوينتلي أسك كويشنز وحاولوا تشوفوا الأسئلة والأجوبة. صدقني والله يعني هاني مش هيشوف، مش هيقروا. انا بس الحقيقه رفعت ايدي وفتحت المايك عشان اقدم اقتراحي هو انه تنعقد الغرفه على مدار ال 24 ساعه من اللحظه الحاليه اللي هي النهارده، يعتبر يعني في الولايات المتحده دخلنا في يوم الاحد دلوقتي، الاحد والاثنين والثلاث والاربع، يعني اللي هو بعد المساله بيوم كمان، تبقى منعقد على مدار ال 24 ساعة، ويستلمها زملاء من زملاء من زملاء، على أساس إنه يبقى في حالة من حالات الإيه، يعني أربع أيام مش كتير قوي، أو ثلاث أيام حتى اللي هو نهاية اليوم اللي هيتم فيه التصويت يعني والحاجات دي كلها، 72 ساعة مش كتير، بحيث إن يبقى في حالة من حالات الزخم والرد على الأسئلة والحاجات دي كلها، يعني ما حصلش حالة انقطاع ولا ساعة واحدة. ده كان مقترح الحقيقة، وإحالة حتى الناس اللي بتسأل إيه هدفكم، الفلوس اللي انتوا بتاخدوها مش عارف هدفها إيه، كل الأسئلة دي الحقيقة اتجاوب عليها كتابة وشفاهة مرات مش مرة واحدة. بس على كل حال برضو اللي يسأل نحيله على الصفحة بتاعت 22 فيب 20 وكده، واللي يحب يسأل برضو من الناس اللي هم اللادينيين والملحدين والعلمانيين ده كله يعمل كليك ازاي، ما هيسأله، صدقوني هيسأله، فيبقى في حد جاهز رد على الرد فورا في أثناء ال 72 ساعة دول. وأتمنى يعني أنه يدي إمبريشن كويس في الفترة ديت، وأنا لكم من الشاكرين. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم. أليكس، احنا طبعا
انت بتقرا افكاري يا استاذ ابراهيم، ده بقالي انا كام يوم عمال الح على اليكس على هذا الموضوع، وان احنا في نفس اليوم واليوم اللي قبل منه كمان نبتدي نعمل زي كده زي رالي، كل القنوات المشاركة تعمل. اليكس عندك ابديت للموضوع ده؟ اوكي، او احنا تقريبا كل القنوات المشاركه هتعمل، بس في الوقت ده على حسب الوقت اللي يناسب اصحاب القنوات. احنا عندنا 46 ساعه، دول بدءا من الساعه 1 الظهر بتوقيت القاهره يوم 21. في خلال ال 46 ساعه دول في اكتر من قناه هيعملوا بث متواصل 46 ساعه كلهم، وفي اصلا روم معموله متواصله بقالها حوالي 4 ايام اعتقد. مين ممكن يصلحني لما يطلع لو انا غلطان؟ الأصدقاء عاملين روم متواصلة بقالها 4 أيام لسه شغالة لحد دلوقتي على الهولوي، أنا شايفها لسه شغالة. فوقت وقت المظاهرة نفسها غالبا هيبقى في روم برضو هنسلمها لبعض، غير الرالي على اليوتيوب، وهتبقى بثات مشتركة، وفي بث قناتين على اليوتيوب مشتركين هيعملوا وقت المظاهرة كله. كل دول هنذيع لينكاتهم وهنتكلم عنهم. انا بس انا نقطه سريعه، انا عايز اشكر اللي في الشات عندك يا هاني، استاذ مكافح الخرافات، الراجل ده عامل مجهود كويس جدا على فكره في قنوات كتير في التعليقات، وده بيدخل يفهم الناس، ويعني ذس از ذا سبيريت اللي احنا محتاجينها بجد. يعني انا ما اعرفش هو مين، بس هو بيدخل في كل القنوات اللي بتتكلم على المظاهره، اللي بتنتقد واللي موافقه واللي معانا واللي ضدنا وكل حاجه، وبيفهم الناس وبيشرح وبيقول لهم وبيحلهم للويب سايت. انا عايز اشكره جدا، وعايز اشكر الناس. انا لحد دلوقتي بيجي لي رسائل دعم على حساب الجو فاندمي المقفول، اصلا حساب الجو فاندمي مقفول بقاله يوم ونص تقريبا، وبتيجي بس يقدروا يكونتاكت الفاند ريزر، بيبعتوا في رسائل دعم بتيجي للمظاهره من الناس لحد دلوقتي على الجو فاندمي، فعايز اشكرهم جدا. اتفضل يا هاني. طبعا يا جماعه قفلنا من حوالي يوم ونص. اهلا يا ميم، ميم وصل، ازيك يا ميم؟ لو انا عارف ان ميم قال لي ان هو هيكون في رايح الشغل، لما يكون متاح طبعا افتح الميكروفون واتكلم يا عزيزي. بقى قالنا صباح الفل، صباح النور، صباح الفل، ازيك يا هاني؟ ازيك يا هاني؟ كله تمام يا ميم؟ كله تمام. في الحقيقه بالنسبه لفكره الغرف اللي هتفضل مستمره، هو بالفعل في غرفه اتفتحت في نادي حوار الاديان، من بحيث ان يوم 22 فبراير هتكون كملت 10 ايام، يعني هم ابتدوا الكاونت داون من يوم 12 فبراير تقريبا. في غرفه ثانيه بقى لها 4 ايام للاصدقاء في شمال افريقيا، اسمها كفار شمال افريقيا، دي مفتوحه بقى لها 3 4 ايام تقريبا. بس انا مش عايز الحماسه تاخدنا الاول لفكره فتح غرف مستمره لساعات طويله قبل ما نفكر في المحتوى اللي هيتقال، لان الغرف اللي اتفتحت لساعات طويله عانت من مشكلة المحتوى اللي بيتقال، وكانوا لساعات طويلة جدا بيضطروا انهم مثلا يشغلوا حلقات يوتيوب او حلقات كده. فقبل ما نجرب بس بالحماسة، خلينا يا جماعة نفكر في المحتوى اللي هيتقال للساعات الطويلة، ده حاجة مهمة قوي. عشان عشان كده يا ميم اللي كان مقترح، واعتقد السنة الجاية هيكون احسن كتير، ان احنا نعمل رالي. الرالي هو ان في خلال 30 ساعة او 40 ساعة، بدل ما يكون في العبء على قناة واحدة، وطبعا هيكون في مشكلة في المحتوى، أي إنسان مهما كان متدفق الفكر والمعلومات، حكاية 40 ساعة دي يعني مش لضعفاء القلوب. فالقنوات المشاركة كتير، احنا وصلنا حوالي 20 قناة، وفي ناس ممكن تدخل، يعني ممكن يكون معنا 30 قناة، كل قناة بس تطلع تعمل ساعة فقط من الزمان وبشكل متتابع، بحيث ان اليوم يبقى مليء بالأحداث. ولكن أعتقد السنة الجاية هيكون الكوردينيشن أحسن كمان. صحيح، احنا اتعلمنا حاجات كتير من المرة. بالظبط بالظبط. بنقول الجماعة طبعا، يا جماعة الموضوع ده مش مثالي، احنا عمالين بننتقد في نفسينا ونقول يا ريتنا كنا فكرنا في الجزء ده، يا ريتنا كنا عملنا كذا، بس دي الخبرة الأولى، وأنا أراها أنها خبرة جميلة، والحقيقة إن النجاح فيها عالي جدا، يعني كتجربة أولى وكمرحلة أولى بصراحة أنا شايف إن الشغل ممتاز. وما تنسوش إن الفكرة حديثة، يعني كل اللي أنتوا شايفينه ده فقط بقاله حوالي 2 3 شهر الاستعداد لي، وناس ما كانتش تعرف بعض، يعني انا كانت علاقتي بميم كنا يدوبك نشوف بعض بس على الكلاب هاوس.
ففجأة انت بتتكلم عن مجموعات بعيدة كل البعد، بنتكلم وبنتحد وبنسأل أسئلة، وطبعا المنتج السنة الجاية هيكون أحسن كثير. طبعا يبدو هنا بقى سؤال لميم والأليكس المنظمين الأصليين، هل دي هتكون بشكل سنوي وهل هتكون دائما حول الأرقام، ولا ممكن نشوف أشياء متنوعة تكون فعالية بس مش لازم تكون متركزة حول الأرقام، ممكن متركزة حول شيء تاني؟ طيب، هو اولا احنا مش منظمين ولا حاجه، احنا منسقين. صاحب الفكره كان حد صديق بيحضر الغرف، رفع ايده في غرفه من الغرف العاديه بتاعتنا الاسبوعيه واقترح الفكره. الفكره عجبت الناس كلها، ووعدنا ان احنا نعمل روم برين ستورمينج نتكلم فيها عن الموضوع ونطوره ونبلوره اكتر، وده اللي حصل. وخلال البرين ستورمينج الناس هي اللي طلعت يعني هي اللي بلورت الفكره بالكامل. الفكره اتغيرت، حتى الاسم اتغير من اللادينيين العرب، اتغيرت خلال المظاهره للناطقين بالعربيه علشان غير العرب اللي عايشين في الدول العربيه، زي الامازيغ، النوبيين، الاكراد، من قوميات وعرقيات مختلفه. وفي تلك الغرفه برضه هاني قلنا ان هو هيكون يوم عالمي، فاذا الفعاليه هتتكرر سنويا، وكل سنه هتكون بشعار واحد يحمل مطلب واحد فقط. السنه الاولى زي ما رندا ونيفين وانت واليكس قلت من شويه وسامر، السنه الاولى هي بس نحن هنا، اشعار بالوجود، احنا هنا. السنه اللي جايه هنبتدي بقى، يعني احنا ممكن ناخد شهر بريك كده مثلا بعد الضغط بتاع الترتيبات للمظافه دي، وبعد الشهر ده مباشرة هنبتدي تجهيز للسنة الجاية. هنعمل برين ستورمينج مع كل الغرف الجزائرية، التونسية، السودانية، المصرية، حوالين شهر السنة الجاية. هيبقى في شورت ليست بتتجهز، هيبقى في لونج ليست بالشهرات اللي اللادينيين في الدول دي شايفين إن هي حاجة هم طالبينها، إيه الإسينشال بالنسبة لهم. في شوية مقترحات اوريدي الناس ابتدت تتكلم فيها، كانوا او دي انا جمعتها من خلال الغرف اللي فاتت. زي مثلا كان في مطلب بتاع الغاء خانة الديانة من الاوراق الثبوتية، بس المطلب ده مش متوحد نظرا لان في دول عربية كتير ما فيهاش خانة الديانة في الاوراق الثبوتية. كان في مطلب يعني حول موضوع مقابر للدينين، مش عايزين ندفن في مقابر المسلمين، وده ممنوع في كل الدول العربية. كان في مطلب تاني عن إلغاء تدريس الدين كمادة إلزامية في المدارس وجعله مادة اختيارية. كان في مطلب تاني حول الزواج المدني. كان في مطلب تاني حول المساواة في الميراث. فكان في عدد كبير من المطالب اللي تم طرحها بالفعل، فاحنا هنحاول نشوف نجمع أكبر قدر من المطالب، نعمل منهم شورت ليست، وبعد كده نبتدي بقى عملية الفوتينج زي ما عملنا التصويت على اللوجو. فتحنا غرفة للتصويت، كل اللوجوهات اتحطت عليها والناس كانت بتدخل على الموقع وبتعمل تصويت. وفي نهاية اليوم اللوجو اللي احنا حاطينه انا واليكس ورندا والناس كلها، اللوجو ده كان هو اللي كسب في التصويت. فهنعمل برضو الموضوع بنفس الطريقة، يعني الفوتنج مش هيبقى فوتنج بدائي بهاند ريز وكلام زي كده، لا، هنحط الشعارات كلها اللي موجودة، الشورت ليست لأكثر شعارات اتكررت، واللادينيين يدخلوا يصوتوا عليها بنفسهم ويشوفوا الشعار اللي يمثلهم أكثر للسنة اللي جاية، السنة اللي بعدها شعار كمان، وهكذا. طبعا اللوجو كمان هيتغير بناء على الشعار، لأن اللوجو بتاع السنة دي فيه شعار السنة دي اللي احنا هنا، و22 فبراير 22، لوجو السنة الجاية لازم يكون فيه شعار السنة الجاية يعبر عن المطلب والتاريخ بتاع السنة الجاية بالهاشتاج بتاع السنة الجاية، وهكذا يعني. ممتاز ممتاز. هاني ممكن مثلا ننطلق بانطلاقه بانه نسوي اطار قانوني يعني اشبه بالجمعيات او كذا، بحيث حتى تكون يعني لها حمايه ما هو قانونيه مثلا. ده اعتقد، وممكن ميمو واليكس يقول احنا اول خطوه في تجهيز السنه الجايه هتبقى ان احنا هنرتب الاوراق مع اترني محامين ان احنا نعمل نون فور بروفيت اورجانيزيشن،
منظمة غير هادفة بالذات يعني. بالذات يا أليكس، لو تبقت بعض الأموال بتاعت التبرعات عشان يكون برضو in the name of transparency، وأن يكون كل شيء واضح، أن هذه الأموال هتستخدم برضو في كل الفعاليات حتى المستقبلية، ومنها أن احنا هنعمل هذه ال non for profit organization، وهيكون بشكل منظم أكثر كثيرا يعني. بالظبط. وهي انتوا مصدقين يا جماعه؟ انتوا متخيلين ان في الكاونت، سوري اليكس، انتوا متخيلين، انتوا شايفين الكاونت داون يا جماعه؟ احنا بنتكلم في يوم واربع ساعات اللي فاضل، واللينك تتفتح قدامنا يوم واربع ساعات و55 دقيقه بالظبط، اللي متابعين الكاونت داون على اللينك بتاع الموقع حاليا. مومنت اوف تروث، مومنت اوف تروث. يعني انا نفسي اسمع من صديقنا، او معانا شخص قراني، هل يو انت في هذا اليوم هتدخل وهتحط اسم بلدك، يعني هتحط كصوت، برغم انك مش لا ديني ولكن انت تعاني من القمع، فهتعمل ايه؟ هل لما هتدعم تدعم بس بالحس، ولا انت ممكن تضع صوتك كصوت مع هذه المجموعة اللي هي بتقول في نهاية الأمر أن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع طالما أنك لا تضر الآخرين؟ إيه رأيك في هذا الموضوع؟ والله أنا أدعم أي فئة تظاهر من أجل أن تحصل على حقوق. يعني أنا كشخص برفض أنني أعتدي على الآخر، فإذا كنت بحصل على حق من دولة، وهذا الحق اللي بحصل عليه فيه من خلاله اعتداء على شخص ثاني، أنا أرفضه وطالب انه ينشال مني وينعطى لهذاك الشخص. فبالتالي اكيد راح ادعم اي فئة تطالب بحقوقها، اكيد يعني، هذا ما فيهوش عندي جدال او نقاش فيه. فهل لا، ممتاز ممتاز. في يظهر ان مجموعة لا بأس بها من المتدينين هيقفوا يعني، وده شيء جميل، ولان ده حق مكفول على فكرة. هذه المساندة من مجموعات المتدينة للادينيين هي اللي هتأتي فيهم في المستقبل، اللي هتكون الضمانة الأساسية للاحتفاظ المتدينين بكل حقوقهم، زي بالضبط ما حاصل في الدول اللي احنا عايشين فيها. الشخص المؤمن له كامل الحقوق على أن يمارس حقه في العبادة ويحمى من قبل الدولة والأفراد المجتمعية. يعني لو حصل هجوم على كنيسة أو معبد يهودي أو معبد بوذي، حتى الشخص اللاديني بيتضايق من هذا الموضوع، ما بنحبش نشوف هذه المواضيع. لكن على في المقابل ما بنحبش نشوف الأشخاص المتدينين يقحموا آراءهم على اللادينيين. فهي دي الضمانة، هي دي الضمانة المستقبلية المعيشة ما بين الدينين ولا دينين، ويظل الـ 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 مش بقى الصراع الجسدي، إنما يا سيدي النقاش الذهني، هل هناك إله؟ هل فعلا بعث رسل؟ هل هذه الكتابات تبدو من إله أو لا؟ كل ده في خضم الفكر العقلي، النقاش العقلي. أنا مش محتاج إن أنا يعني أضربك أو أنت تقتلني أو تقطع يدي عشان يعني أقتنع بالفكر. فيا ريت يكون هذا هو مستقبل المنطقة العربية. أي حد حابب يضيف أي شيء آخر؟ بالضبط يعني استبعاد قضية العنف أو تجريم العنف أي كانت، ولكن الفكر مفتوح للجميع، يعني هذه يجب أن تضمن هكذا، بحيث انه ممكن يتعاطف اللاديني مع المتدين اذا حصل عليه مثلا ظرف معين او قمع معين، هذا يعني لا ضير به. يعني يا جماعة، وأنتم تتكلمون، كان في شخص اسمه محمد مصطفى على قناة اليوتيوب، أنا عملت له بان امبارح، لأن في بث امبارح طلع وشتم في ناس، أشخاص معينة، وأدخل قصص معينة، فطلب مني أرجوك يعني يا أستاذ هاني أشفك البان، وكان بيدخل بحساب تاني، فأنا قلت له أوكي أنا هرفع البان عنك، و
أرجوك تلتزم يعني بحسن الحديث والابتعاد عن يعني الشتيمة أو الاتهامات. ولكن أول ثلاث تعليقات حطهم: حرية اعتقاد مين وأنتوا تهاجموا المسلمين وتسخروا منهم لمجرد حرية الاعتقاد؟ طبعا احنا لا نسخر من المسلمين، نسخر من الفكرة أو نناقش الفكرة وليس من الأشخاص. والتعليق الثاني: يلا يا ملحدين اتبرعوا علشان السندوتشات تشتغل ونجيب طاولة بلياردو جميلة، ها ها ها. يعني أول تعليقات بعد ما فكينا البان، يعني مش قادر يعني على طول. فأنا أستاذ محمد أعطيك هذا الإنذار الأخير: لو عاودت بهذه الطريقة يعني حيكون البان نهائي ولا رجعة فيه وأنت حر. هاني غالبا هو اللي كان، ما هو 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 ما هو ما هو ما هو انا عارف ان هو بيقول لي انت لا في الكومنت مش في الشات بس، منتشر هو بس يعني طالب بقالي يومين ارجوك فك الفك فك فك فك، ولما اجي افك ما مش قادر حتى يصبر. طب ياك يصبر يومين ثلاثه كده من الموضوع يهدى وننسى ويشتم تاني. لا، اول ما سبته شتم. يلا هنعمل ايه، ما نصيبنا مع حتى ياك النقاش مش يعني اوريكم شويه تعليق اخر. طبعا التعليق اللي هو: ما موقفكم من الزنا والعرى والشذوذ والجنسي؟ ده في الفيسبوك. فواحد بيقول له ايه، مسلم بقى بيرد عليه: يا اخي افعل ما يحلو لك. الاخ طبق لنظريه داروين البقاء للاقوى او الاصلح. طبعا ما قالش الاقوى داروين لما يقول هذا الكلام. فيرد عليه تاني قال له صابر داووي: احفاد داروين يكذبون نظريته. يعني طبعا هي ايه، ان نظريه التطور تترنح في الغرب ومش عارف ايه، وسقطت في الغرب. يعني دي مجموعات يعني لم تخرج بره البلد بتاعتها، تتكلم دائما عن امريكا واوروبا وكيف المعاملات هناك، وهو لم يعني يخطو خارج الضيعه او القريه بتاعته. بس المعلومات عن المنطقه الغربيه من افلام ايه انتوا تعرفوها كثيرا، او افلام اجنبيه اللي هي دائما بتكون يعني فيها عمليه مبالغه للوضع الثقافي في هذه المناطق. ولكن يعني طلع ما فيش معلومات علمية، وحتى لا يوجد معلومات دينية. يعني لما تيجي تتكلم مع الشخص تكتشف أنه لا يعرف الكثير عن الدين بتاعه، وهكذا. يعني أنا مش عايز بقى يعني أمل للناس من كتب، أنا هتوقف عن إن أنا أوري الفيسبوك كومنتس. بس زي ما أنتم شايفين يا جماعة، وصل في نجاح كبير جدا، وصل لحوالي 160 ألف شخص هذا الإعلان في أيام عديدة، وكمية الانجيجمنت عالية. وزي ما بيقولوا كمان يا جماعة: bad marketing is still marketing. يعني هذول الناس اللي بيعملوا تعليقات، نشكركم for your cooperation، لأنهم بيساعدوا الألجوريثم أنه ينشر المعلومات. فشكرا لكم على for your contribution. كل شخص تكلم حتى لو بالإساءة هو ساعد في انتشار الحملة. إيهاب، أهلا يا إيهاب. أهلا بك هاني، أنت الدنيا عندك لا احنا عندنا خمسة بعد الظهر. مساء النور يا أبو إيهاب. أنا أخذ من كلامك بس إنه عايزين السنة الجاية نوسع الموضوع شويه، يعني ما نخليهوش مقتصر على اللادينيين، عايزين نخليها الاقليات. يعني عايزين البهائيين، عايزين القرانيين، عايزين حتى مجتمع الميم، كله بالتالي بيصب في نفس المصلحه اللي احنا عايزينها. فالسنه دي انا شايفها ان هي هتبقى تيست، وشايفه تيست قوي، بدايه كويسه جدا. ولكن السنه الجايه محتاجين ان احنا نحط في اعتبارنا ان يكون موجود معانا الناس الثانيه، الاقليات اللي بيعانوا زيهم زينا بالظبط. بس في مشكله واحده يا ايهاب، كنت فاتح غرفه من حوالي 3 او 4 ايام، ودخل شخص مثلي عراقي، مش عارف اذا كان الناس سمعوا هذه المداخله، كانت نيفين معايا، وكان شخص مسلم، وكان بي 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 يعني كميه الدفاع عن الاسلام بشكل غريب جدا، وانا كنت مستغرب الحقيقه.
فالخوف من كل الخوف أنك تقف مع بعض الفئات الصغيرة، وهي التي يعني لا تريد لك، يعني ممكن تكون هو يعني عنده مشكلة في المنطقة المثلية ولكن هو لا يعترف بحقك أنت، فلازم يكون المجموعة دي شوية متناغمة، لأن في عندك شوية سكيزوفرينيا موجودة في المنطقة دي، بالذات في المنطقة العربية. يعني ليس كل مثلي بالضرورة هو شخص يؤمن بحرية الأقليات في حرية التعبير، حاجة غريبة المفروض يكون، بس في بعض الناس يعني عندهم مشكلة في هذا الموضوع. وزي ما انت قلت يعني هي حاله سكيز، بس بتهيألي دي اقليه، يعني ما اعتقدش ان اكثريه مجتمع الميم او اكثريه القرانيين او اكثريه البهائيين مع ضد حريه التعبير. يعني هاو كم؟ يعني مش راكبه على بعضها، هم ناس بيعانوا من اخرس الصوت. انت شفت يا ابو احمد عبده ماهر عمل ايه في اخر، بعد ما فجاه انقلب والتويتات ابتدت تظهر، وانتوا سايبين الملحدين وماسكين فيا انا ومفاكر، يعني فدي برضو مشكلة. هي حالة أستاذ أحمد عبده ماهر بيتهيألي شوية لها دخل بالسن وكده، يعني الموضوع قاسي عليه جدا في سنه ده، والراجل حاسس إن هو قدم حاجات كتير للبلد. بس يعني معاك، شفت غريب قوي اللي هو كتبه في الاخر ده، بس هنصلح. هندافع هنعمل ايه؟ هندافع عن الفكره، بس المشكله انه كان ممكن يدبس الناس، يعني ممكن التويتات اللي انت تعرف ان حد هيلقطها يقول لك فعلا احنا سايبين الناس دي ليه، فيمسكوا كم عيل كردة فعل، كم ولد صغير فيمسكوه، تعرف رد الفعل في الجهازات المخابراتيه يعني بتكون شويه كلامزي وشويه فيها عدم التفكير ورد فعل سريع، هتقولنا كم عيل نحطهم في السجون يعني عشان الجماعة دول يهمدوا شوية. دي خطرة برضه. أنا زي ما بقول لك، يعني هي كان فيها تحريض شوية، يعني كان تويتر الأخرانيين تقريبا تويتين كان فيهم تحريض، ولكن أنا فعلا أرجئها للسن والمرض تقريبا، يعني أظن إن هي ده منبع الكلام اللي قاله الاستاذ احمد عبد الماهر. ولكن يعني هي مجرد اقتراح، الناس القائمين بقى انتوا تحاولوا ان السنه الجايه نضم اصوات تانية لينا، وحيكوا كلكم بجد، يعني انتوا عاملين مجهود رائع وحاجه، يعني وان كنا احنا مش منظمين في الاساس، ولكن الصوره اللي طالع بيها الموضوع جميله. وبس زي انا برضه بقول مش متفائل قوي، مش رافع الامال لعنان السماء، هي بس يعني ايه دي مجرد بدايه، ولكن بدايه قويه، واعتقد هيكون ليها اثر، لا سيما لو في تغطيه اعلاميه كمان، هيبقى بره بقى عن المحيط بتاعنا اللي هو الفيسبوك لا بتكلم على القنوات بقى، القنوات الفضائيه وكده، لو غطت الموضوع ده او الصحف بتاعي هيكون لها مردود، وهي مجرد حجرة بنحرك بيها المياه الرافدة يعني. بص يا ياب، أعتقد اليوم الفاصل هو يوم الفعالية، يوم الفعالية واليوم اللي بعد منه اللي هو بقى إصدار الأرقام، وإن إحنا نكون جادين بقى في التعامل مع هذا الموضوع، أعتقد هيدي لوكالات الأنباء هتقول لك الموضوع بقى بجد، بقى ده بجد يا جماعة، بالذات الأرقام اللي لما هتبان، واليوم ده هيبقى الزخم فيه عامل إزاي، الاتنشن خلاص هيوصل. ده اليوم ده مهم جدا، فاحنا كل اللي فات ده حماده زي ما بيقولوا، كلكم وقفنا بقى الدعم المادي والادز شغاله وكله شغال، اليوم ده كل اللي بقى طاقتنا في ال 36 ساعه القادمين هنقدم ايه، زي ما قال بالظبط ميم، مش بالكوانتيتي، الكواليتي، كل واحد بقى يطلع ساعه ويكون عارف هيطلع بيتكلم في ايه في الساعه دي، مش ما يطلعش كده نهرتل ونقول اي كلام ونرفع شعارات، عايز الكلام يكون منمق والكلام يكون معروف، وكل واحد يكون محضر للساعه اللي هيطلع فيها وهيقول ايه، ويكون يونيك. يعني اهم شيء، مش عارف اذا كنت تتفق معايا يا ميم، ان احنا مش احنا جمالنا في ان احنا مش شبه بعض، ان كل واحد له طريقه مختلفه حبتين في السرد، فمش عاوزين نكون شبه بعض، عايزين كل واحد يطلع بنفس الطريقة بتاعته بنفس السردية بتاعته ويتكلم بقى في المنطقة العامة، ولكن يحتفظ باليونيكنس بتاع هذا الشخص. ايه رأيك يا ميم؟
انا متفق معاك. يعني بص، ايهاب، اللي انت تطرحه يعني هو جميل، بس في عالم اليوتوبيا، في العالم الواقعي التنسيق بين مجموعات مختلفة كابوس حقيقي. انت مش متخيل كمية يعني الاختلافات اللي بين اللاجئين انفسهم علشان نقدر نوحد شريحة كبيرة منهم تحت الفكرة ديت، وننسق ما بين مختلف المنصات. قد إيه الموضوع ده متعب، قد إيه الموضوع دوت كان فيه اختلافات وصلت لمشاكل، والمشاكل دي ظهرت على العلن. فإن إحنا نضم يعني مجموعات تانية أخرى، أنا مش شايف عمليا إمكانية تحقق الموضوع ده أبدا. الناس ما بتتحدش تحت الـ great cause الجميل الحلو اللي هيحقق الحاجات. للأسف ده مش واقعي. يعني أنا كنت أتمنى إن ده ممكن يكون يحصل، الا بقى زي ميم، اذا احنا نكون ما نعملش proactive، يعني احنا ما نروحش للاماكن الاخرى. لو جت مجموعه منظمه قالت احنا حابين الشغل بتاعكم جدا يا جماعه، واحنا يا سيدي جماعه المثليين العرب ومعظمنا لا دينيين، بس في ناس دينيين، واحنا مهمشين وعاوزين ننضم لكم في الفعاليه اللي جايه، هم اللي يعني يتقربوا مننا عشان يطلبوا مش العكس. ايه رايك يا ميم؟ هو ده بالفعل اللي انا قصدي. هنا انا قصدت الدعوه مش التنسيق، يعني قصدت ان الاقليات تبقى مدعوه للفعاليه، انما ان انا انسق معاهم لو جم من نفسهم خير وبركه، لو ما جوش خلاص. يعني احنا مجرد ان احنا بحاجه هتدعم القضيه العامه بتاعت الاقليات وبتاعت عدم ان احنا ملناش اعتبار في دولنا. وانما التنسيق انا اعلم ان هو امر صعب جدا، واعلم ان هو يعني زي ما مين بيقول اقرب للمدينه الفاضله منه للواقع. ولكن انا بقول ان طالما في ناس ابدت من السنه دي ان هي عايزه تساعد، ليه لا ان انا ادعوهم السنه الجايه؟ يبقى الامر تحت مظله اوسع شويه، ولكن هيظل المنسقين هم الأساسيين، هم اللادينيين العربي الناطقين بالعربية أقصد. هي الفكرة اللي هاني قالها أنا معايا، لو في أي مجموعة جات هم مجمعين نفسهم طبعا أهلا وسهلا. يعني بس بالمناسبة هو يعني ده حصل بصور فردية، يعني في عدد كبير من المسلمين معانا وشغالين معنا في الحملة، في عدد كبير من النسويات فتحوا غرف دعم وكان عندهم أفكار كريتيف جدا لجمع تبرعات عن طريق مثلا كان في رمزة اسمها Arab Talent Fundraise، كانت غرفة جميلة وساهمت في جمع تبرعات. يعني احنا مش ضد أبدا، بالعكس احنا يعني ايدينا مفتوحة لأي ناس تضم علينا. بس يعني داخل النسويات كان في أصوات رافضة لأن فيهم مسلمات مثلا، داخل المجتمع المين كان في أفراد أصوات رافضة لأنهم مش كلهم لادينيين ومش شايفين إن ده بيعبر عنهم. يعني الموضوع فعلا صعب، إحنا ما عندناش مشكلة بالذات لما يكون أمين. أهلا وسهلا. لا، وفي أصدقاء مسلمين دعموا الحملة ماديا، وفي الإخوة البهائيين كمان دعموا الحملة على مختلف المنصات، وصديق من اللي ساعدونا جدا في الاي تي مؤمن ومسيحي برضه. فلا يا بالذات بالذات لما يكون يا جماعه انتم عارفين الشخصيه معقده، يعني ممكن في عمليه التقاء، يعني ممكن تكون في سيده وهذه السيده نسويه فيمينست ومثليه ولا دينيه، فهي بتختار البانر اللي هي هتنزل عليه. يعني هي مثلا في المثليه في اعتقد ليها اماكن في الكلام ده عشان التركيز بيكون على المثليه وحقوق المثليين. الفيمينست لها برضو ليها الفعاليات بتاعتها، ولكن ممكن يكون شخص في كل هذه الاشياء وفي نفس الوقت هو لاديني، فيختار في هذه المرحله ان البانر اللي يخش عليه هي اللادينيه، لان الانسان يعني اللايرز بتاعته مختلفه. انت بس بتختار، انت عارف ان هذه الفعاليه عن اللادينيين الناطقين باللغه العربيه، فتشمل بقى كل الاشياء الاخرى، ممكن يكون مثلي لاديني، غيري لاديني، فيمينست لادينيه، كل هذه الاشياء. وكل الجماعه دول برضو لهم اليوم بتاعهم، في اعتقد في فعاليات في المنطقه العربيه كثيره التعرف على المثلية.
والنسوية، ولكن طبعا ليست بسمعة السمعة الأسوأ، هي تظل للملحدين أو اللادينيين هي أسوأ سمعة حتى في العالم. يعني في الولايات المتحدة يقال أن رئيس جمهورية يأتي كأيثيست هي من هتكون من الم يعني أتى الشخص البلاك، ممكن هتأتي المرحلة الجاية السيدة، وبعدين في آخر متزايدة القائمة هم الأشخاص اللادينيين، ودي في الولايات المتحدة. فلسه يا جماعة اللادينيين هم من أقل المناطق في الثقة من قبل الآخرين. بعد اذنك يعني كان عندي استفسار، بس كان اناركو قال في الغرفه اللي كانت من يوم او من يومين ان كان في معده تقريبا في قناه فضائيه او اكتر من قناه كان هيتذاع. مظبوط مظبوط يا كنت ايهاب. عايز اسالك يا مين، احنا هل ده دلوقتي حصل فعلا؟ قناه حصل قناه، اولا قناه الحره نشرت خبر عن الموضوع على الموقع بتاعها. قناه الجديده اللبنانيه نيو تي في نشرت تقرير تلفزيوني وموجود، ولو دخلت على حساب الحمله على تويتر هتلاقينا عاملين ريتويت لتغريده قناه الجديد اللي فيها اللينك بتاع التقرير عن المظاهره. بس قناه الجديد قناه تهدف للربح، فالمحتوى بتاعها مش مجاني، فلو ضغطت على الرابط اللي هيدخلك على الموقع بتاعهم مش هتقدر تشوف التقرير الا لو اشتركت في القناه. هي موجوده او البث بتاعها، فاللي يقدر اعمل يشوفها ريفريش. لايف. انا عملت روكن برضه. ايوه بالظبط هي دي. ودي ما ينفعش ناخد الفيديو يتحط على القنوات السوشيال ميديا التابعة للحملة؟ الفيديو بقى زي ما بقول لك اتس ان اكسسبل، يعني عشان تخش له لازم تدفع. هو هينزل على اليوتيوب، هو هينزل على اليوتيوب بتاع القناة بتاع القناة الجديد، وهنعمل له شير أكيد، بس مش هينفع نحط الفيديو نفسه عشان كوبي رايت غالبا، يعني لأن القناة إخبارية. تمام. بس يعني هننشر اللينك بتاعه أول ما وصلنا لينك اليوتيوب. بس هو الخبر نزل اوريدي بص، بالفيديو، انا فهو رايي، هينزل انا على رايي القناة. اليوم ده نفسه، اليوم ده نفسه هيفرض، حسب بقى قوته، هيفرض نفسه على الوكالات الانباء. يعني في ناس هتروح لميم السنه الجايه تقول له يا ميم احنا عايزين شراء حق الفاعليه، وهنديك مثلا 4 مليار دولار، وميم طبعا هيختفي فجاه من الكلاب هاوس ومش هاني. هو بالمناسبة هو كل قنوات الأخبار بلا استثناء عندهم برنامج يومي بلا استثناء، العربي والإنجليزي، عن الترند على السوشيال ميديا. لو الهاشتاج بتاع نحن هنا طلع ترند على تويتر، مفيش قناة أخبار خصوصا القنوات العالمية والبان عرب شانلز يقدروا يتجاهلوه. الترند از ترند، لو الهاشتاج بتاع نحن هنا و22 فيب 22، الهاشتاجز التو هاشتاجز دول طلعوا ترند عالمي، لو كل الناس قعدت تعمل تغريدات وريتويتس ولايك للتغريدات اللي فيها الاثنين هاشتاج هيطلع بالظبط، احسن لانه كتير. they'll be missing out. يعني في واحد تاني هيمسك، فهو عايز اي حاجه شغال فيها ترند عشان المشاهدات ليه هو كمان. فاي اي كامبينر او اي ميديا طبعا they latch on على طول. بس انا كنت بقول على موضوع ان الميديا بتشتري دلوقتي حقوق بعض الفعاليات عشان كميه الانتراكشن. الراجل بتاع الاسماعيليه اللي ضرب مراته عشان يتكلم دلوقتي طالب فلوس من الميديا، اللقاء معي ب 100 ألف جنيه ولا حاجة زي كده. فالناس دايما بتستخدم هذه المواضيع في المكاسب. يعني طيب، في حد يا جماعة قاعد تحت من الناس اللي عمالة بتسمع يعني ناخد اللي احنا هنفضل مثلا كمان ربع ساعة كمان، انا عندي حلقة كمان ساعة بالضبط من الزمان على قناتي مختلفة عن الحلقة دي، لماذا هناك إله او لماذا ليس هناك إله. فاذا كان حد حابب يسأل سؤال، في كمية كبيرة جدا من الناس العاملين على المظاهرة موجودين. في حد متريب، في حد عنده مشكلة، في حد عنده بعض المخاوف، فرصة متاحة لأي حد يطلع يسأل سؤالين لو حابين.
ظاهر ما فيش. او الناس بقى بتحضر، يعني احنا ممكن احنا هنفتح الغرفه لمده ربع ساعه كمان يا جماعه ونقفل على كده، وناخد مداخلات اخيره. اعتقد ان احنا طرحنا الكثير من المعلومات اليوم، وريتكم بعض ال او لو في اسئله على اليوتيوب. اه صح، فكرتني باليوتيوب، في ناس انا ناسي ان انا موجود على اليوتيوب قدام الكاميرا وعمال العب في مراخير يا اليكس، وحالتي حالة. ابوكم على هيك تنوير بيسألوا البهايين دعموا الحملة، يعني في هل في ناس من البهايين كانوا بيدعموا الحلقة؟ دعموا الحملة؟ والله دعموا الحملة صحيح جدا، ممتاز. من الأول كمان، من أوائل الناس اللي بعتوا لنا دعم خاص ودعم عام في رومات كمان. والسؤال الثاني، يا ترى ما رأي القرآنيين، وهل يؤيدوا ويدعموا هذه المظاهرة أم هم مجرد مدعوون دعم الحريات؟ ومعانا السيد أو، يعني عدد كبير، عدد كبير منهم دخل الغرف عندنا هاني ودعم الفكرة بالكامل، البهائيين، القرآنيين، بعض الأصدقاء المسلمين المؤمنين حقا بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، دعموا ماليا وأعلنوا عن دعمهم المالي ودعمهم المعنوي في غرف مفتوحة، ده حصل. ممتاز ممتاز. أنا كان نفسي ما يتسألش السؤال ده، لأن بقالي 3 4 أيام طالع وحاطط الفواتير وحاطط سؤالي، كيف لي أن أدعم مظاهرة يتم جمع نقود فيها وأنا لا أعلم من هؤلاء وهل آمنون في صرفها؟ مش إحنا يا جماعة قلنا من أول يوم، وكنت أتمنى على الناس من أول يوم إن في صفحة، الصفحة فيها أسئلة، وكل حطينا كل الأسئلة اللي يمكن أنها تتسأل من قبل الآخرين. وفي المنطقة الخامسة أعتقد هي منطقة الدعم المالي، وأين سوف تذهب الفلوس، وإزاي هنوري بالوصولات. وفعلا في صفحة خاصة بالتويتر فيها كل الانفويسز. أنا امبارح واليوم اللي قبل منه واليوم اللي قبل منه طلعت وعملنا شير لايف للآدز والدور والمصاريف والداخل والرايح. هل الناس طلعت على هذه المعلومات ولا لسه في مشاكل؟ ومش عارف يا ميم نعمل ايه اكتر من كده، نعمل ايه اكتر من كده؟ الموضوع بسيط اصلا، احنا كده كده قفلنا الدعم المالي، يعني خلاص قولهم، يعني مش مطلوب يا جماعه، اللي دعم وخلاص. هو قلقان ليه؟ احنا قفلنا باب التبرعات، يعني عايز تدعم الحمله ادخل فوت، صوت بعد الساعه 1 ظهرا بتوقيت القاهره يوم 21 فبراير على الموقع اللي هنعلنه. وهاني انا هبعت لك صفحه الفيسبوك اللي فيها الفواتير وفيها التفاصيل كلها، واللي هننزل عليها الموقع بتاع التصويت اصلا مع كل بلاتفورمز يعني. بس بعد اذنك طبعا بكره هعمل، انا هطلع لايف يوم 21 وهطلع لايف يوم 22، هحط مره اخيره المره الاعلانات والفلوس، والناس اللي ما شافوش الحلقات يشوفوها مره تانية. دول 6000 دولار يا جماعه، وتستخدمنا في كل، نتكلم عن 20 قناه، كل قناه بندفع فيها الاعلانات ل 20 قناه، يعني لو كل قناه بس فيها 200 دولار فقط وده مبلغ ضئيل، ادي 4000 دولار راحوا فقط على اعلانات اليوتيوب فقط. فما بالكم بالفيسبوك واعلانات الفيسبوك، وكمان التكلفه الاصليه بتاعه السيرفر بقى والويب سايت والمايكروسوفت انجينيرز اللي هم بيحطوا السكيورتي، لان ما تنسوش اليوم ده مهم جدا يا جماعه، الصفحة دي لازم تحتمل، او دي هتكون صفحة URL جديد بتاع التصويت، الصفحة دي لازم تحتمل كمية الترافيك، وفي نفس الوقت تكون السكيورتي فيها عالي جدا، لان طبعا هتكون في محاولات للاتاك، الدوس بقى اتاك وتفرجوا يعني، فدي بتبقى يعني كمية الاستعداد لها رهيبة. فكل ده، وإذا تبقى بعض الأموال قلنا اتفقنا هتستخدم لإنشاء
نون فور بروفيت اورجنايزيشن او شركه ليس من هدفها الربح لكي تكون هي المؤسسه الرسميه لهذه الفعاليات بشكل سنوي. وطبعا دي فيها مصاريف محاماه وفيز وكده عشان يفتحوا هذا الموضوع، وكلها هتخرج من نفس المنطقه، فكل ما فيش حد يعني ناوي ياخد مليم، يعني احنا دفعنا من جيوبنا يعني. اي اليكس في اي شيء تاني عايز؟ اتفضل يا سامي. اي حبيبي هاني، بالنسبه للحمله انا طبعا نشرت الموقع على صفحتي بالفيسبوك، البوست نشرته على شكل بوست بخصوص انه راح تكون عندنا مظاهره يوم الثلاثاء 22/2/2022، وثبتت طبعا سويت لبين على صفحتي. ذكرتني اشكرك انه ذكرتني، راح هسه راح اسوي لك فند، راح اسوي لك تمويل بهاي اللحظه طبعا حتى يوصل صوتنا بعد اكثر واكثر، فشكرا لك ذكرتني حبيبي. شكرا شكرا عزيزي سامر. انا يا جماعه دلوقتي بحط لكم برضو لينك فوق، اللينك ده هو بتاع صفحه الفيسبوك ل 22 فبراير 22، و وعاوزين مرة تانية كمان نحط لينك البيج الصفحة الأساسية اللي فيها كل المعلومات واللي هيظهر فيها، فيها دلوقتي العداد الكاونت داون يا جماعة، هحطها لكم هي كمان. ويتبقى من الزمان ساعة يوم وثلاث ساعات وسبعة وثلاثين دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية. يا جماعة أرجوكم اللي ما دخلش على هذه هذا الويب سايت في كل المعلومات، كل الأسئلة فيها حوالي خمس مناطق من الأسئلة، وكل منطقة فيها حوالي خمسة أو ستة أسئلة مختلفة، يعني في 30 أو 35 سؤال متجاوب عليه من أول من نحن، أسئلة حول فكرة المظاهرة الإلكترونية، أسئلة حول الأمور التقنية الخاصة بالمظاهرة الإلكترونية، أسئلة حول آلية المشاركة كيف نشارك، أسئلة حول أمان البيانات، أسئلة حول تمويل المظاهرة الإلكترونية، كل دي أسئلة متنوعة. أرجو عليكم أن أنتم تدخلوا وتتأكدوا بالمعلومات قبل هذا اليوم. ناخد بقى مداخلات أخيرة وناخد من نسب من تحت الفوق. نبتدي من السيد أو، تفضل السيد أو. والله مش عارف إيش بدي أحكي، بس يعني دائما أنا أرجو التوفيق في أي عمل يعطي الحقوق إلى أصحابه، هذا هو الجملة يمكن الأهم، يجب أن يحصل صاحب الحق على حقه. شكرا شكرا كثيرا يا سيد أو، وشكرا كثيرا على أنك يعني إنسان قبل أن تكون أي شيء آخر، يعني واضح جدا من كل معاملاتي ومداخلاتي معك أن هذا هو الأساس، وإذا كان هو هذا الأساس بيكون العملية أسهل كثيرا في التعامل. إيهاب تفضل. يا إيهاب شكرا لك هاني، ما فيش مداخلة ولا حاجة، متشكر لحضرتك ومستنين بقى الدنيا بكره هتمشي ازاي. ممتاز ممتاز، اتفضل. شكرا جدا ليك يا ايهاب. ايهاب صديقي العزيز، يعني انت ساعدتني كتير في قناه الكريتيكال فاكولتي وانا دائما ممنون ليك يعني. سامر اتفضل يا سامر. حبيبي هاني العزيز والغالي، يعني هذا تذكير سريع لأصدقائنا وأخوتنا اللادينيين والملحدين الناطقين باللغة العربية أنهم ضموا لهذه المظاهرة لهذا اليوم العظيم، راح يكون طبعا حتى تثبتون وجودكم، وهذا طبعا من أبسط حقوقكم الطبيعية والمشروعة، لا ترددون لا تخافون ولا حتى تخجلوا. ننتظركم هذا اليوم وحتى نثبت وجودنا كلنا ونقول نحن هنا. شكرا حبيبي هاني.
شكرا شكرا. انا اسف، انا برد على في ناس بتسال اسئله في الروم. في شخص سال بيقول what if I'm not on social media, how can I access the link. اللينك يا جماعه مش محتاج ان انت تكون على السوشيال ميديا، ده ويب سايت اهو محطوط فوق في اعلى الغرفه، تدخله من التليفون او من الكمبيوتر عادي، مش محتاج ان انت يكون الشخص عنده حساب للفيسبوك او التويتر او اي شيء. هو موجود يا جماعه، اعملوا له حطوه كفيفورتس وشوفوا ان في تحت العد التنازلي في منطقه هيظهر فيها هنا سيظهر رابط المظاهره، وسنبدا بشكل رسمي الساعه الواحده ظهرا بتوقيت القاهره يوم 21 فبراير. اتمنى اني جاوبت على السؤال. تفضلي رندا. طيب يمكن رندا مش متاحه دلوقتي يا جماعه، طبعا لو وصلتي للميكروفون يا رندا قولي لنا. اليكس. طيب شكرا هاني، انا بشكرك طبعا على مساعدتك الرهيبه والمجهود اللي انت عملته معايا في موضوع الادز ده، بشكرك جدا، انقذتنا بصراحه بعد مشاكل كتير مع جوجل ادز وتليفونات كتير معاهم ومع السبورت ويفتح تيكت ويقفل تيكت لما اتبهدلت، فشكرا you saved my ass يعني. وبشكر نيفين طبعا اول حد شارك في الفيديو ونزل الفيديو على قناته، شكرا بين بجد تعاونك ساعد كتير جدا في المظاهرة دي. وراندا وسامر، ايهاب على فكرة مش عارف ان هو ايهاب اللي عندك على القناة، انا عرفت دلوقتي لما انت قلت بشوفه من زمان يعني في اللايف. ايهاب ده شخصية رائعة وانسان هو ساعدني، الناس اللي ما تعرفش يعني هو صاحب التريلر بتاع الكريتيكال فاكولتي لمدة سنة ونص، وكان بيدعمني بشكل يا راجل يعني له في السوفت وير، وكان يعني انسان يعني كريم جدا في التعاطي معي، وانا اعتبره صديق عزيز يعني. شرف لي هاني، شكرا ليك وشكرا يا اليكس على الاضافه على الفيسبوك. انت برضه طب ما تحط نفس الصوره يا عم في كل حته عشان بنساوي في الفيسبوك الدنيا ملمومه شويه. بص السنه الجايه يا اليكس لما نيجي بقى ننظم شويه للموضوع هنحط نفسينا في اماكن ك سبيشاليزيشن. الناس بتوع الاي تي لو معانا ايهاب تيمز هنقسم اي تي الماركتنج الناس المستقبليه. لا ما اي تي دي في حاجات كتير حسب حسب نوعيه الاي تي بالظبط، الماركتنج اي تي وال والويب سايت اي تي. بمناسبه الاي تي صحيح ماني، صباح الفل، صباح النور الوحش البرنس. والله يعني انا اللي شكرا يا اليكس ان انا عارف انا على طول مطلع عينك، افتح يا ابني اللابتوب يلا نخش يلا نعمل كول يلا نجيب مش عارف مين يلا. انا بستمتع لما بتطلع عيني بستجيب على طول حبيبي. بص ماني انا اللي عايز اشكرك على المجهود اللي انت عامله ده. بص I don't wanna celebrate too soon عشان لسه برضو الضغط عليك لسه شغال لحد اخر لحظة، انا متأكد ان انت ما بتنامش يعني، انا متأكد من ده. بس بجد يعني انت اللي عامل المظاهرة دي بجد. لا مش حقيقي كلكم والله يعني وقفت هاني، انا برضو I wanna thank you هاني، انت لحقتنا في وقت كان فعلا very critical. خلاص بقى يا جماعه انسوا بقى الاشخاص وخلينا بقى نركز بقى، لان اعتقد الرقم انا نفسي انا عندي كميه فضول هتموتني يعني، نفسي اشوف الارقام النهائيه، واعتقد ان احنا دي تجربه جميله جدا لينا كلنا. سيبك بقى مين عمل ايه، كلنا هننسى. صحيح هو اتوزع تيم وورك، هوبفلي ان ده يبقى ريفلكتد على يوم المظاهره يوم 22. طبعا ده هيتوج اكيد بمزيد من النجاح لو قدرنا ان احنا السكادجول اللي كنا اتكلمنا عنه ان هو يشتغل، ان الناس كلها تعمل البث المشترك اليوم ده، تبقى القنوات بتسلم بعض في بثوث ورا بعضها. انا عارف ان اليكس تطوع ان هو يشغل الوقت كله، فاتمنى ان اليوم ده فعلا يبقى زي ما احنا متوقعينه. سو فار اي ثينك ان الارقام بتاعت الامن مش وحشه ابدا، كويسه الوقت اللي احنا تعبنا فيه ده، بس اعتقد ان هي مش هنوصل لملايين، بس اللي انا متوقع ان احنا هنعمل ارقام
مش وحشة أبدا، كسنة أولى بنجرب فيها نفسنا، بنكتشف فيها الأخطاء، بنعرف كان مفروض. ماني الصوت يا معود، ماني الصوت 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 الصوت. كان في خرواشة شوية ماني، أو ماشي ماني وقع، رجع تاني. السلام عليكم. ايوه السماعة عندي فصلت فطلعت ودخلت. لا تمام. ما مش عارف انتوا اخر حاجه سمعتوها ايه. طيب سمعنا خرخر من المجهود، المجهود والساعات اللي اتحطت دي كلها. فاتمنى فاتمنى في البث المشترك ان ده يتوج بنجاح. احنا مش الارقام بتاعت الاعلانات بتقول ان احنا عملنا ريتش مش وحش ابدا جيفن التايم كونسترين اللي احنا عملناه، او التايم الوقت القليل اللي احنا عملنا فيه دعايه، بس هذا لا يمنع ان انا مش متوقع ملايين هتخش في اليوم ده. مش صعب قوي ان احنا في اول سنه نعمل النجاح ده اللي هو احنا نتكلم في الملايين، بس متوقع عشرات الالاف، وده بالنسبه لي هيبقى رقم مش وحش ابدا كمظاهره في نسختها في السنه الاولى. واعتقد ان التجربه والخبره اللي احنا خدناها في اول سنه اكيد هتبقى مفيده في السنين اللي جايه ان هي تبقى احسن. في شكرا جدا يا ماني، بس انا في توقعات بيقولوا ان الرقم اللي هنوصل ليه هو 3 6 رقم العفركوش. نيفين عايزه تمشي، ف عايزه تقول شيء. تفضلي نيفين. ده يعني حاجة عظيمة جدا معكم ده. طيب صباح الخير يا ماني، وكان صباح الخير برضو لمين كان هنا ما عرفتش تسلم عليه لأني كنت بعيد عن الموبايل. أنا بس قبل ما أسيبكم وامشي كنت عايز أشكركم أنتم. أنا ما عملتش حاجة يا أليكس صدقني، أنا قلت كلمتين وأنا قاعدة في أوضة المكتب، يعني ما عملتش قد اللي أنتم عملتوا. أنت مستقلة بالكلمتين بتقول منك، يعني مستقلة بالكلمتين معقولة يعني؟ مش أي كلمتين برضو. فشكراً لكم أنتم، وأنا بجد بجد مستنية اليوم ده، يعني I'm very enthusiastic and very excited إن اليوم ده هيحصل أخيراً، وبتمنى بجد إن يكون له عائد حلو على كل اللادينيين اللي عايشين في مجتمعاتنا ومش عارفين يعبروا عن نفسهم، إنه أخيراً في فرصة إنهم يقولوا أنا هنا. فنحن هنا، ويومكم جميل أو ليلتكم حلوة، وسلام. شكراً جداً يا نيفين للدعم الدائم. قبل ما نخلص برضو هنرجع تاني للناس عشان نكمل المداخلات بتاعتها، في سؤال مهم جداً ولازم أرد عليه، لأنه مرة تانية مبني على عدم قراءة الصفحة الرئيسية اللي احنا عاملين نتنطط ونقول يا جماعة أرجوكم اقروا أرجوكم اقروا أرجوكم اقروا. السؤال كالتالي: يقال أن اختراق أي موقع سهل، لذلك البيانات غير آمنة. يا جماعة ليس هناك إدخال لأي بيانات. الصفحة لما بتخش عليها بتاعت التصويت هيكون فيه زي ديسكليمر هيقول لك كذا وكذا وكذا، تعمل موافقة أو غير موافقة، وفقط بتكون قاعد في مكان الإحصاء 60 ثانية وتختار، بيبقى في كل البلاد المناطقة باللغة العربية والبلاد الإسلامية، وانت بتختار البلد تبقى عليها دوائر بتختار البلد وفوت فقط. مفيش أي بيانات، لا كريدت كارد ولا اسم شخص ولا أي شيء. صح يا أليكس وصح يا أماني؟ مش هو ده كده فيه مصحيح؟ معلش مظبوطة قفلت اليوتيوب، بس هو أنت حطيت لينك الفيسبوك صح؟ هو لو دخل على اللينك الفيسبوك هيلاقي فيه سكرين شوت من شكل الموقع عامل ازاي. الموقع مش بيطلب اي بيانات، فيه بس ديسكليمر بالكوكيز ويعمل اكسبت عليها، يختار البلد اللي هو اتولد فيها والبلد اللي هو عايش فيها. لا وعايز اللي انا كمان عايز اوضحه أليكس حاجة، ان الديسكليمر بتاع الكوكيز هو الوحيد اللي مستخدم كوكيز. يعني انا عشان اطلع البوب اب ده، والبوب اب ده يتراك ان انت بس ان انت دخلت واكسبتد الديسكليمر، this is the only cookies that هتوصل للبراوزر بتاعك. مفيش اي كوكيز هتفتح البوب اب ده، لو دخلت في السيتنجز بتاعته هتلاقي كل حاجه معمولها اوف، اناليتكس اوف، مش عارف ايه اوف، بيرفورمانس تشيك اوف. انا مش عامل اي حاجه من الكوكيز بتتبعت لك غير بتاعه الديسكليمر، ويتس ماتشنج للجي دي بي ار، يعني ده حتى تاني متوافق مع الجي دي بي ار. تمام
تاني بشكل ابسط برضو، مفيش اي بيانات مطلوبه منك، احنا ما عندناش اكسس على الاي بي بتاعك، عشان الموقع ده يتعمل له هاك محتاج حد يعمل هاك لمايكروسوفت، صح ماني كده؟ وده لو كان في اصلا حاجه تبقى ستورد، احنا وي دو نوت ستور يور اي بي ادريس. انا حتى كان ممكن ان انا عشان اضمن ان ما يحصلش اعاده تصويت، ان انا ابقى بسند بستور الاي بي ادريس بتاعك، ودخلت بنفس الاي بي ادريس تاني حاولت ان انت تعمل تحاول تعمل ان انت تحاول تعمل ريجستريشن تاني في الويب سايت، ده كان هيبقى بالنسبه لي ليفل اوف سيكيورتي ان انا اضمن الارقام بشكل احسن. بس حتى علشان كم من الناس اللي كانت خايفه من قصه الاي بي ادريس دي، ما خليتش الستورنج او ما خليتش الريجستريشن في الفوت يوزنج ذا اي بي ادريس. فحتى الاي بي ادريس بتاعك اي دو نوت ستور ات، ما عنديش داتابيز اوف ذا اي بيز اوف ذا بيبل هو جونز، ما فيش داتابيز عندي على الويب سايت. وبعدين احنا وير نوت انترستد ان اني ثينج. اللي كمان يا جماعه عايز يطمن بشكل اكيد يروح على كافي انترنت كافيه في اليوم ده. يعني خد لك ربع ساعه انترنت كافيه وخلاص، واعمل فوت وامشي. وده الاي بي ادريس، يعني لو انت شاكك شويه. الخوف في اليوم ده حاجتين، ان السيرفر، طبعا احنا عملنا ابجريد للسيرفر وتاكدنا من الباندويث، بس اذا كان بقى في جحافل يعني ارقام رهيبه داخله، فممكن السيرفر يكون فيه مشاكل. وطبعا ده السيرفر ابجريد هو اللي هيساعد في الموضوع ده، واحنا عملناه اوريدي. والنقطه الثانيه ان الدوس اتاك، ان في بعض الاتاكس بتحصل ان هو كل همه انه يوقع السايت ده. وطبعا ده بقى السكيورتي ومايكروسوفت سكيورتي سيرتيفيكت والكلام ده اللي احنا عملنا فيه انفستمنت عالي جدا واعلى جوده واعلى شيء، وطبعا مراقبه بشكل دائم للصفحه عشان لو كان في اي في طبعا باك اب بلانز والكلام ده. ده المخاوف بس اللي في اليوم ده. ولا ايه يا ماني، في حاجه تانية غير كده؟ لا، ما هو ده بس. واحنا اوريدي وي كفرد التو بوينتس دول في السكيورتي مانجمنتس اللي احنا واخدين على الويب سايت، وفي السكيورتي باكجز اللي احنا اشتريناها. او ان تحصل حاجه اللي هي وكلنا نختفي قبلها. That's the only other او الانترنت يقع في العالم. العالم الورلد وايد ويب يختفي يعني. هو اليوم ده الكل يا جماعه اللي يعني مره ثانيه، دي بقى الجمله الاخيره، واعتقد ان احنا بقى ناخد بقى الجمله النهائيه. ده ملوش علاقه بالناس اللي عايزه تحتفظ بالايمان بتاعها. احنا ما بنقولش ما ارجوكوا اخرجوا بره الدين، ده ارقام للمجموعات اللادينيه اللي هي عايزه تشارك في كل بلد اللي عايشه فيها بشكل محترم، وتشتغل في لو المدرس بيشتغل مدرس، والمحامي بيشتغل محامي، والطبيبه بتشتغل طبيبه، وهي فقط لا تعتقد وهو لا يعتقد. المفروض دي الاشياء دي في اي دوله محترمه ومتقدمه لا تؤثر على منتجات الانسان، وتتعامل الانسانيه بالقوانين. انت بقى تكسر اشاره تعالى هنا، بتضرب حد او عايز تقتل حد تعالى هنا، عايز تغتصب حد تعالى هنا. انما انا اعتقد في هذه الفكره دي ملهاش عواقب يا جماعه، المفروض ما يكونش ليها عواقب. دي الفكر، مقاضاه الفكر دي عقوبه كانت ترجع الى العصور الظلام اللي هي ما قبل التنوير، انتهى. احنا بس ال 500 سنه ورا هذه المنطقه، يعني المنطقه دي اصلا مش مجال للكلام او النقاش في المناطق اللي احنا عايشين فيها خالص، ولكن احنا بنعمل هذه المحاولة للجميع لتتحسن، هتتحسن حالة الجميع بما منهم المتدينين، نحن نزعم. طيب احنا وصلنا في الى راندا. راندا كانت مش موجودة، راندا ونمتي ولا موجودة؟ طيب يبقى ناخد أليكس وناخد ميم يكون هو النهاية ونقفل على كده يا جماعة. لا انا خلاص، انا قلت الكلمه الاخيره وشكرت الناس. اتفضل مين مايك معاك؟ او في الشغل قال هو كان هيستمع ولما يكون عنده مجال. طيب خلاص، اتمنى على ان احنا ردينا على كل الاسئله. خلاص الميعاد قرب جدا يا جماعه،
ساعات، وأنا أعتبرها احتفالية، هتكون أجواء احتفالية أقرب منها بالبهجة بالفرحة، ومش واللي عايز ينضم لينا من مؤمنين، وما فيش مشاكل أبدا. كل اللي احنا بنقول بنعمله ان احنا بنشوف يعني هل فعلا زي ما بيقولوا علينا ان احنا شرازم وأرقامنا قليلة جدا ولا تعد إلا على الأصابع، ولا الموضوع أكبر بحبتين. هنعرف طبعا هذه الأرقام زي ما قلنا لا يمكن بأي حال تكون الأرقام الحقيقية لمشاكل كثيرة. أعتقد السنة الجاية هتكون أحسن، عشان في ناس لسه منتظرة تداعيات هذا اليوم، ومن خلال تداعيات هذا اليوم ممكن يشتركوا السنة اللي بعد منا. شكر جدا لكل الناس. احنا هنوقف التسجيل في خلال 10 ثواني، وأشكركم جدا على المداخلات، ونشوفكم بكرة.